السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشتغل محاضرة جديدة في مجال الكمبيوتر جرافيكس، هنتكلم فيها على 2D Transformation و 3D Transformation. مبدئيا يعني إيه Transformation؟ يعني تحويل. فأنا هفترض في البداية خالص إن أنا استخدمت البريمتيفز الأساسية اللي هي مثلا النقطة والخط المستقيم، فحطيت تلات نقط كده ووصلت بينهم بتلات خطوط، فبقى عندي مثلث زي المرسوم ده. المثلث ده بحتاج اعمل عليه تحويلات كتير زي الخمسه اللي محطوطين قدامنا على الشاشه. اول تحويل اللي هو الترانسليشن، ان انا بعد ما رسمت الجسم بتاعي، خلي بالك الشكل بتاعك ممكن ما يبقاش مثلث، ممكن يبقى اي شكل معقد، ممكن يبقى بيت، ممكن يكون عربيه، ممكن يكون اي حاجه. اي شكل هترسمه في مجال الكمبيوتر جرافيكس فانت بترسمه من البريمتيفز الاساسيه. البريمتيفز اللي هي النقطه والخط والقوس والدايره والقطع الناقص والمستطيل والمربع ومصفوفه النقاط والحاجات دي كلها. فانت ممكن تستخدم اي بريمتيفز من دول عشان ترسم اي شكل. نفترض ان انا رسمت مثلث، فانا بعد ما رسمت المثلث انا محتاج اول تحويل اعمل عليه عمليه انتقال، فانقل المثلث على الشاشه من المكان ده للمكان ده، او انقله للمكان ده، او انقله لاي مكان على الشاشه. تاني حاجه الروتيشن، محتاج ان انا بعد ما رسمت المثلث محتاج ادوره، فمحتاج اظهره باشكال باوضاع مختلفه. الحاجة الثالثة اللي هو السكيلينج، محتاج أكبر المثلث أو محتاج إن أنا أصغره. الحاجة الرابعة اللي هي الريفليكشن، محتاج أعمل إنعكاس للمثلث ده، فبدل ما المثلث ما هو ظاهر كده ممكن أخليه يظهر كده، مثلا بدل ما هو ظاهر مثلا بالشكل ده كده مثلا ممكن أخليه يظهر بالشكل ده، وأنواع كتير من الريفليكشن هنتكلم عليها. وآخر حاجة اللي هو الشيرنج، وده هنشوفه عملي، اللي هو انزلاق طبقات الشيء. يعني مثلا لو انا عندي مستطيل، مثلا المستطيل بالشكل ده، فانا كاني بعتبر ان المستطيل دوت عباره عن طبقات، الطبقات دي بقى ممكن كلها تنزلق فوق بعضها، فتنزلق كده مثلا او تنزلق لورا، يعني كان ديت مثلا اي حاجه وانزلقت لقدام او لورا، او ممكن نعتبر الانزلاق الافقي ان انا عندي طبقات الشيء افقي والطبقات ديت انزلقت لفوق او انزلقت لتحت. فهنشوف الخمس انواع من التحويلات اللي هم اللي قدامنا دول، وهنشوف ازاي ان انا اقدر اطبق كل تحويل من دول، وازاي التحويلات ديت بتتم في مجال الكمبيوتر جرافيكس. احنا حالا هنبدا نتكلم على كل موضوع من الخمس موضوعات دول بالتفصيل. بس قبل ما نبدا، ايه اللي احنا محتاجينه في مجال الكمبيوتر جرافيكس؟ اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمل طريقه موحده نعمل بها كل العمليات دي، لان لو اتبعت طريقه مختلفه لكل عمليه من العمليات دي فهيبقى في صعوبة ان انا اطبق تحويل مركب، يعني الكومبوزيت ترانسفورميشن، ان انا اعمل تحويل بيحتوي على اكتر من عملية من دول هيبقى الموضوع بطيء جدا. ان انا مثلا في الترانسليشن انا محتاج اجمع قيم فقط، في السكيلينج محتاج اضرب قيم، في الروتيشن محتاج اجمع واضرب واستخدم دوالي مثلثية. فهنا انك انت تعمل خليط ما بين العمليات ديت، الموضوع هيبقى صعب جدا. زائد انك انت لما تيجي تصمم اي لعبه، مثلا لعبه سباق عربيات، العربيه بتمشي لقدام وبتلف وهي ماشيه، فانت هنا انت محتاج تعمل تحويل تقدر تعمل فيه اكتر من عمليه من دول في نفس الوقت. فالطريقه اللي احنا هنتبعها هنستخدم نظام اسمه الهوموجينيوس سيستم، هنشوفه بعد شويه. الهوموجينيوس سيستم ده هيبقى طريقه موحده، اغير في المصفوفه فقط اعمل ترانسليشن، اغير في المصفوفه اعمل روتيشن، اغير في المصفوفه اعمل سكيلينج، اغير في المصفوفه اعمل ريفليكشن، اغير في المصفوفه اعمل شيء. اول موضوع هنبدا نتكلم عليه اللي هو الترانسليشن او الانتقال. يعني انا عايز انقل الجسم من مكان لمكان، فلو دي الاحداثيات بتاعتي، ديت الاكس وديت الواي، وانا عندي مثلا جسم هنا باللون الاحمر اللي هو ده، وانا عايز انقله لمكان جديد اللي هو المكان ده. فزي ما انت شايف كل اللي انا هعمله ان انا كل قيم اكس هجمع عليها مقدار ثابت هنسميه تي اكس، وكل قيم واي هجمع عليها مقدار ثابت هنسميه تي واي. فلو انا جبت كل النقاط بتاعه الجسم جمعت عليها مقدار ثابت في اتجاه الاكس وجمعت على قيم الواي مقدار ثابت اسمه تي واي، فبالتالي انا هنقل الجسم من مكان لمكان. فنقدر نقول ببساطة خالص ان معادلات الانتقال، ان الاكس الجديدة هنسميها اكس شرطة كده، هي عبارة عن الاكس القديمة مجموع عليها مقدار ثابت هنسميه تي اكس،
وكل قيم y الواي الجديدة هي عبارة عن الواي القديمة مجموعة عليها إزاحة في اتجاه الواي اللي هي اسمها تي واي. فأنا لما أجمع إزاحة أفقية اسمها تي اكس وإزاحة رأسية اسمها تي واي، فأنا هنقل الجسم من مكان لمكان. بدل ما نستخدم المعادلات الرياضية علشان نعمل الترانسليشن، احنا هنعمل خدعة بسيطة جدا ان احنا هنستخدم المصفوفات بدل من المعادلات الرياضية. استخدام المصفوفات هيبقى فيه مزايا كبيرة جدا، ان انا نفس الطريقة اللي هستخدمها في الترانسليشن هستخدمها في كل العمليات التانية اللي هي الروتيشن والسكيلنج والعمليات الاخرى. طب العملية هتتم ازاي؟ انا هعرف مصفوفة 3 في 3، دي مصفوفة 3 في 3، اخر صف دايما هيبقى 0 0 1 في كل الحالات. في حالة الترانسليشن هحط بس الارقام اللي هنا بتنظيم معين، فانا هحط اول خانة هنا 1 وتاني خانة هنا 1، وهحط هنا 0 وهنا 0، وهحط هنا التي اكس اللي هي دي، وهحط هنا التي واي اللي هي دي. لما هتعمل مصفوفة بالشكل ده، المصفوفة دي هتضربها في مصفوفة تانية. المصفوفة التانية فيها نقاط الجسم، يعني النقط بتاعت الجسم دي، النقطة دي كانت اكس وواي القديمة، فبقت اكس شرطة وواي شرطة اللي هي النقطة الجديدة. طيب ده هيتم ازاي؟ انا كل اللي انا هعمله ان انا همسح ده بس كده. كل اللي انا هعمله ان انا هحط النقاط القديمه بتاعه الجسم اللي هي الاكس القديمه والواي القديمه، وهحط في الاخر خالص هنا واحد. بالطريقه دي مصفوفه 3 في 3، لما نضربها في مصفوفه ثانيه 3 في 1 هتطلع لي مصفوفه 3 في 1. طيب القيم اللي هتطلع هتطلع ازاي؟ هناخد الصف الاول هنضربه في العمود الوحيد اللي عندنا، فيبقى 1 في اكس باكس زائد 0 في واي بصفر زائد تي اكس في 1 بتي اكس، فبقت اكس زائد تي اكس اللي هي اول حاجه دي. طيب والحاجه الثانيه هناخد الصف الثاني في العمود الاول، فهتبقى 0 في اكس بصفر 1 في واي بواي زائد التي واي في 1 تي واي في 1 هيبقى بتي واي. واخر صف خالص 0 في اكس بصفر 0 في واي بصفر 1 في 1 بواحد، فاخر خانه دايما هتطلع معاك بواحد، دايما اخر قيمه بنحطها في كل نقاط الجسم بواحد، وهتطلع معاك دايما بواحد برضو في النتيجه. طيب يبقى احنا هنا طلعنا اكس زائد تي اكس اللي هي اللي فوق وواي زائد تي واي اللي هي اللي تحت، يبقى احنا كده ممكن نستخدم المصفوفه علشان نعمل نفس العمليه اللي فوق. طب انا ليه بعمل ده؟ في ميزه كبيره جدا هقول لك عليها حالا. تعالى ما نمسح ده. احنا دلوقتي اتفقنا ان الترانسليشن المعادله بتاعته بسيطه خالص، الاكس الجديده هي عباره عن الاكس القديمه زائد التي اكس، والواي الجديده هي عباره عن الواي القديمه زائد التي واي. طيب انا لو انا عندي بس شكل بسيط 3 نقط بس، ده مثلث الاحداثيات بتاعته كانت اكس 1 وواي 1، دي اول نقطه. النقطه الثانيه دي كانت اكس 2 وواي 2، والنقطة التالتة دي كانت x 3 و y 3. طبعا ده لو انا بشتغل 2D، لسه ما نشتغل 3D بعد شوية. طيب انا عايز انقل المثلث ده من المكان ده للمكان ده، فالاحداثيات الجديدة بتاعته هتبقى x 1 شرطة و y 1 شرطة و x 2 شرطة و y 2 شرطة و x 3 شرطة و y 3 شرطة. هل بقى هطبق المعادلة دي على كل نقطة كده بالتفصيل، كل نقطة اعمل لها معادلتين؟ لا، انا لما هستخدم المصفوفات فانا هكتب مصفوفة واحدة 3 في 3 اهي زي ما اتفقنا. طب المصفوفه ديت قلنا اخر صف دايما 0 0 1، في حاجه هنا بس. طيب هحط هنا 1 وهنا 1، بعد كده هحط هنا 0 وهنا 0، وهنا الازاحه الافقيه اللي هي تي اكس، وهنا الازاحه الراسيه اللي هي تي واي. انا هضربها في نقاط الجسم كله مره واحده، فانا عندي هنا الشكل بتاعي 3 نقط، فانا هحط اول نقطه اكس 1 وواي 1 و1، النقطه الثانيه اكس 2 واي 2 و1، النقطه الثالثه اكس 3 وواي 3 و1. لما هتضرب الاثنين دولت في بعض فهيطلع لك على طول النقط الجديده. تعال نشوف النقط الجديده هتطلع ازاي. احنا هنعمل شكل كده كبير اهو، دي مصفوفه 3 في 3 هتضرب في مصفوفه 3 في 3 فهتطلع لي مصفوفه 3 في 3. المصفوفه 3 في 3 الاخيره ديت اللي هي النقاط الجديده. طب هتطلع ازاي؟ انا هاخد الصف الاول ده كده، المفروض هضربه في العمود الاول وبعدين اضربه في العمود الثاني وبعدين اضربه في العمود الثالث عشان اطلع الثلاث قيم اللي هنا. طيب اضرب كده
واحد واحد في اكس واحد باكس واحد. معلش هرفع الخط شوية عشان ينفع الحق اكتبه. اول خانة هتبقى نكتب بالاحمر، اول خانة هتبقى اكس واحد، واحد في اكس واحد باكس واحد، وصفر في واي واحد بصفر، والتي اكس هتضرب في واحد بالتي اكس، يبقى اكس واحد زائد التي اكس. طيب لما تضرب في القيمة التانية اللي هي اكس اتنين، يعني لما باخد الصف ده هضربه في العمود التاني ده، فتبقى واحد في اكس اتنين باكس اتنين زائد صفر في واي اتنين بصفر، والتي اكس هتضربه في الواحد بالتي اكس، فبقت اكس اتنين زائد التي اكس. اخر واحدة هتبقى اكس تلاتة، اكس تلاتة في واحد باكس تلاتة زائد التي اكس في الواحد بالتي اكس. فكده انت عملت مجرد ضرب مصفوفتين طلع كل القيم. لما نضرب برضو كذلك بالنسبة لقيم الواي لقيم الصف الثاني، فهناخد الصف الثاني هنضربه في العمود الاولاني والثاني والثالث، فالصف الثاني هيطلع واي واحد زائد التي واي، وهنا واي اتنين زائد التي واي، وهنا واي تلاتة زائد التي واي. طبعا اخر صف ده دايما هيطلع واحد واحد واحد، لما تضرب صفر صفر واحد في العمود الاول والتاني والتالت فيطلع على طول واحد 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 هنا. يبقى انت كده حولت او عملت ترانسفورميشن على كل نقاط الجسم في عملية ضرب واحدة. دول حتى لو كان الجسم ده 100 نقطة، فانت عملت عملية التحويل على ال 100 نقطة في عملية ضرب واحدة، ضرب مصفوفتين، بدل ما كنت هتعمل التحويل على نقطة نقطة وكل جزء في الجسم على حدة. دلوقتي احنا هنبدأ نطبق الكلام ده على الاكسل ونشوف خطوة بخطوة ازاي ان احنا ندخل الترانسفورميشن ماتريكس وازاي تطبقها على اي جسم، فالجسم ده ينتقل من مكان لمكان بسهولة. ولما نغير في المعاملات بتاعة الترانسفورميشن ديت او اللي هي الترانسليشن ديت، ايه اللي هيحصل؟ هل الجسم فعلا هيتأثر ولا مش هيتأثر؟ نقول له انا هطبق مثلا، اكبر الفونت شوية الاول، دايما لما افتح الاكسل بحب اعمل الحركه دي. دلوقتي تعالى ما نكتب القيم بتاعتنا. انا هبدا عند نقطه 10 و10. افترض ان انا عايز اصمم بيت مثلا، هروح من عند نقطه 20 و10، بعد كده اروح من عند نقطه 20 و25، بعد كده اروح من عند نقطه 15 و25، بعد كده اروح من عند نقطه 15 و10، اروح عند 25 و10، بعد كده نقول له 25 بقى و30 نطلع لفوق، وبعد كده 17 وايه نطلع لفوق قوي بقى 50 عشان يبقى في نص البيت بالظبط السقف بتاعه، وبعد كده نقول له نروح بقى عند 10 و نقول هنا احنا قلنا هنا 30 يبقى هنا 30، وبعد كده نرجع لنقطة الأصل بتاعتنا اللي هي 10 و10. نشوف كده منظر ده، ممكن ما يطلعش في أول مرة مظبوط بس نجرب. هنقول له insert ونقول له ارسمه رسم بياني، فهو لا ده منظره بيت جميل جدا. ده منظر البيت بتاعي، ده شكل أحد الأشكال. أنا عايز أطبق عليه تحويل، هحط هنا المصفوفة التلاتة في تلاتة بتاعتي، هنعمل لها حدود كده علشان تبقى مميزة، ولا خليها مور بوردرز حتى، واعمل لها حدود سميكة جدا عشان تبقى انت شايف كل حاجة قدامك. دي المصفوفة التلاتة في تلاتة بتاعتي، اتفقنا ان احنا هنحط هنا واحد وهنا واحد، وهنا مقدار التي اكس هنفترض ان انا هنقلها بمقدار تلاتة ومقدار تلاتة في اتجاه الواي، وهنا طبعا الباقي ده كله هيبقى اصفار، وهنا اخر صف صفر صفر واحد. طبعا هنا التي اكس والتي واي ممكن حتى احط لهم خانه هنا، اقول هنا التي اكس وهنا التي واي، واجيب القيم اللي انا هحطها هنا، يعني انا حطيت هنا 3 و3، فاقول له اللي هنا هيساوي القيمه اللي هنا عشان ابقى اغير هنا بس، واقول له اللي هنا هيساوي القيمه اللي هنا. فانت لو غيرت هنا قلت له مثلا تي اكس 3 والتي واي مثلا ب 7، فيقوم ايه؟ حاطط لك هنا 7 على طول. طبعا دي مصفوفة 3 في 3، يعني ممكن اعمل كده ميرج سيلز واكتب لك هنا 3 في 3 عشان تبقى شايفها. هتتضرب في المصفوفة اللي فوق دي كلها اللي هي 3 في 10،
فلما اضرب المصفوفه 3 في 3 دي في المصفوفه 3 في 10 فهتطلع مصفوفه 3 في 10. فاحنا لما نطبق الضرب هنقول اللي هنا هيساوي، هناخد القيمه دي بس نثبتها ب اف 4 ونقول له اضربها في القيمه اللي هنا، زائد احنا بناخد الصف الاول فهناخد القيمه دي هنثبتها ب اف 4 هنضربها في القيمه اللي تحتها هنا، يعني الصف الاول في العمود الاول، زائد القيمه الثالثه دي هنثبتها ب اف 4 في القيمه اللي هنا. لما ندوس انتر طبعا انت عارف انك انت بتنقل تي اكس بمقدار 3 فال10 بقت 13، كل الصف اللي فوق ده المفروض يزيد 3 فقط. فاحنا لو شدينا الداله دي كده كلهم زادوا 3 زي ما انت شايف، 17 بقت 20. هنعمل نفس الكلام على الواي، فهقول له اللي هنا هيساوي الصف الثاني بقى، فاقول له اللي هنا هثبته باف 4 هضربه في العمود الاول اللي هي القيمه دي، زائد القيمه اللي هنا هثبتها باف 4 وهضربها في القيمه الثانيه، زائد القيمه الثالثه دي هثبتها باف 4 وهضربها في القيمه الثالثه، عشان يبقى الصف الثاني في العمود الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر وهكذا. طبعا زي ما انت شايف التي واي بزودها 7 فكل القيم هتزيد 7 فبقت 17 لغايه العشرة الاخيره بقت 17 وال30 بقت 37. واخر خانه دايما هي المفروض هتطلع واحد بس برضو نعملها كامله عشان يبقى حاصل ضرب قدامك. هنقول اللي هنا هيساوي القيمه الاولى هنثبتها ب اف 4 في العمود الاول اللي هي اول قيمه فيه، زائد القيمه الثانيه اف 4 في القيمه اللي هنا، زائد القيمة التالتة اف 4 في القيمة دي، يبقى الصف التالت في العمود الأول والتاني والتالت والرابع وهكذا، فيطلع كل الأخراني خالص هيطلع كل واحد. دلوقتي تعالى أما نرسم القيم اللي هي الجديدة دي، قيم الإكس والواي الجديدة على نفس الشكل ده مع الاحتفاظ بالشكل القديم. فأنا هقول له ببساطة خالص هدوس هنا كده وأقول له سيلكت داتا وأقول له هتحط لي سلسله جديده واسميها مثلا ترانسفورم واقول له دي قيم الاكس بتاعتي وهنا دي قيم الواي بتاعتي واقول له اوكي. فزي ما انت شايف كده الجسم كده انتقل 3 في اتجاه الاكس وانتقل 7 في اتجاه الواي. عايز تكبر شويه نكبر، نقول له مثلا اللي قلنا مثلا 20 في اتجاه الاكس فقط الجسم كده انتقل على طول. طب لو قلت له مثلا نزله لتحت مثلا ناقص 15 في اتجاه الواي فالجسم بينتقل لتحت، خليها ناقص 30 فزي ما انت شايف الجسم بينتقل على طول لتحت. طيب ولو خليته مثلا 50 في اتجاه الاكس فزي ما انت شايف الجسم بيبعد. طب خليتها 70 في اتجاه او 60 في اتجاه الواي الجسم بيطلع لفوق على طول. فده الجسم الاصلي وده الجسم اللي بيتطبق عليه الانتقال. تاني ترانسفورميشن هنتكلم عليه اللي هو الروتيشن او الدوران. لو انا عندي دي المحاور القديمه بتاعتي فدي اكس ودي واي مثلا، وانا عندي اي نقطه ولتكن مثلا النقطه دي موجوده هنا، لما نيجي نبص للاحداثيات بتاعه النقطه دي بالنسبه للمحاور اللي هي اكس وواي فالاحداثيات بتاعتها اللي هي دي، دي قيمه الاكس بتاعتها ودي قيمه الواي بتاعتها. اللي انا عايزه ان انا هعمل عمليه التفاف للنقطه دي حوالين نقطه الاصل، يعني انا في البدايه خالص كل الدوران بتاعي هيبقى حوالين نقطه الاصل، وبعد كده هنتعلم ان احنا نعمل التفاف حوالين اي نقطه تعجبنا. فلو افترضنا ان دي نقطه الاصل ودي النقطه اللي انا بدورها، فانا بعمل التفاف بسيط للنقطه دي كده بزاويه معينه. لفيت النقطه ديت من هنا جبتها في المكان الجديد نعمله باخضر مثلا، فبقت النقطه الجديده في المكان ده. المفروض ان انا عايز اجيب الاحداثيات الجديده بتاعت النقطه الجديده، فانا لما اسقط كده عشان اشوف الاحداثيات بتاعه النقطه الجديده، فالمفروض ان النقطه الجديده ديت احداثياتها هتبقى اكس شرطه مثلا وواي شرطه مثلا. الاكس شرطه دي من اول هنا لغايه هنا والواي شرطه من اول هنا لحد هنا. طبعا الاكس القديمه ديت كانت كل دي والواي القديمه كانت بدي بس.
فاحنا عايزين نعرف ازاي نحصل على الاكس شرطه والواي شرطه من الاكس القديمه والواي القديمه. طيب تعال نفكر في الموضوع بطريقه مختلفه شويه. انا بدل ما ادور النقطه نفسها، ما تيجي ندور المحاور، يعني ادور محور اكس ومحور واي بدل ما ادور النقطه نفسها. فلو انا بصيت لي المحاور الاصليه بتاعت اللي بالشكل ده، قمت انا جاي قمت مدورهم بزاويه سيتا، فبقت المحاور الجديده بالشكل ده. لو افترضت ان الزاويه دي زاويه سيتا، فهي دي المحاور الاصليه بتاعتي اصلا اللي انا دورتها، ده محور اكس وده محور واي. اي نقطه بالنسبه للمحاور الاصليه ولتكن النقطه دي مثلا، فالنقطه ديت احداثياتها هي القيمه دي، قيمه الاكس دي اللي انا معلم عليها بالاخضر دي، وقيمه الواي بتاعتها اللي هي دي. احداثيات النقطه دي بالنسبه للمحاور اللي بالاحمر اللي احنا عملنا لها دوران هتبقى هي عباره عن الاكس والواي. واحداثيات نفس النقطه بالنسبه للمحاور اللي بالاسود اللي هي المحاور الرياضيه الاصليه بتاعتي اصلا اللي هي قبل الدوران اللي هي الاكس والواي العاديين هتبقى بالشكل ده. الجزء ده اللي هو اكس شرطه، والجزء ده اللي هو اللي احنا نسميه واي شرطه. فكده الاكس والواي انا ملونهم لك بالاخضر، والاكس شرطه والواي شرطه هنلونهم بالازرق بالشكل ده. دي كده الاكس شرطه وديت الواي شرطه. انا هوصل الخط ده كده هنسميه ار، والزاويه اللي النقطه بتعملها مع المحاور اللي انا دورتها هسميها فاي. لما نيجي نبص على قيمه الاكس اللي هي اللي بالاخضر دي، فالاكس دي لما نيجي نحسبها هنقول ان هي بتساوي الار كوزين فاي. بنفس الطريقه لما نيجي نحسب قيمه الواي اللي هي اللي بالاخضر دي اللي هي نفس ديت، فيبقى الواي ديت بتساوي الار ساين فاي. بنفس الطريقة لما نحب نحسب اكس شرطة اللي هو الجزء ده، فالاكس شرطة ديت بتساوي الار كوزين فاي زائد سيتا. وبنفس الطريقة لو حبينا نحسب الواي شرطة اللي هو الجزء ده، فالواي شرطة دي بتساوي الار ساين فاي زائد سيتا. طيب هنبدا نختصر دول. فاحنا عندنا هنا نخلي الارم رفيع خالص كده، الاكس شرطه بتساوي، احنا بنقول هنا الاكس شرطه بتساوي ار كوزين مجموع زاويتين، فمجموع زاويتين ديت لما نفكها هتبقى كوزين كوزين ناقص ساين ساين، فنحط الار بره خالص كده ونحط هنا كوزين كوزين ناقص ساين ساين، ونحط هنا فاي ثيتا فاي سيتا. لما نفك دي هنقول انها بتساوي ار كوزين فاي في كوزين سيتا ناقص ار في ساين فاي في ساين سيتا. لما نيجي نختصر دي، الار كوزين فاي دي ار كوزين فاي، الار كوزين فاي بتساوي الاكس القديمه، فهنقوم شايلين دي كلها ونحط الاكس القديمه في كوزين سيتا. وكذلك الار ساين فاي دي بتساوي الواي القديمه، فهنقوم قايلين دي بتساوي واي في ساين سيتا. بنفس الطريقة الواي داش هتساوي ادا الار في ساين مجموع زاويتين، فساين مجموع زاويتين هيبقى ساين كوزين زائد كوزين ساين، وهنحط هنا فاي وسيتا وفاي وسيتا. لما نختصر هتبقى بتساوي ار في ساين فاي كوزين سيتا زائد ار في كوزين فاي ساين سيتا.
لما نختصر دي الار ساين فاي اللي هي دي بتساوي الواي، فتبقى الواي في الكوزاين ثيتا زائد الار كوزاين فاي ديت اللي هي دي بتساوي الاكس القديمه، فهتبقى اكس سوري هتبقى اكس في ساين ثيتا. بقى اما نكتب المعادلات ديت بخط كبير كده قدامنا، فاحنا عندنا كده الاكس شرطه اللي هي الاكس الجديده بتساوي الاكس القديمه مضروبه في كوزاين ثيتا ناقص الواي القديمه مضروبه في ساين ثيتا، والثيتا ديت اللي هي الزاويه بتاعت الدوران، يعني لو انا عندي نقطه هنا عايز ادورها بزاويه ثيتا فبقت هنا، ف الزاويه ديت هي اللي انا بستخدمها. طيب الواي شرطه هتساوي من المعادله دي هتبقى بتساوي اكس في ساين ثيتا ناقص زائد واي في كوزاين ثيتا كده. يبقى انا لو انا عندي اي نقطه بدورها فالاكس الجديده بجيبها ان انا بضرب الاكس القديمه في كوزاين ثيتا ناقص الواي القديمه في ساين ثيتا، والواي الجديده بجيبها ان انا بضرب الاكس القديمه في ساين ثيتا زائد الواي القديمه في كوزاين ثيتا، والثيتا ديت اللي هي زاويه الدوران. لو انا حبيت اعبر بقى عن النظام ده بالهوموجينيوس ماتريكس فانا بقول هيبقى عندي مصفوفه بالشكل ده زي ما اتفقنا. المصفوفه دي اتفقنا ان اخر صف فيها دايما 0 0 1، وانا هحط هنا اول حاجه هنا المعادله الاولى، فانا عايز اجيب الاكس شرط، فالاكس شرط هتيجي الحاجه اللي مضروبه في الاكس، فهنا مضروب ايه في الاكس؟ كوزاين ثيتا، وبعدين هنا اللي مضروب في الواي اللي هو ناقص ساين ثيتا. يعني هنا ادا حط كده بالقلم الرصاص كده، ادا هنا خانه الاكس وهنا خانه الواي، ايه هنا اللي مضروب في الاكس؟ المضروب في الاكس كوزاين ثيتا، وايه اللي مضروب في الواي؟ الناقص واي ساين ثيتا. طيب هنا طبعا هنحط صفر. الخانه الثانيه هنا طبعا عشان نجيب الاكس شرطه، فحط هنا صف الاكس شرطه وهنا صف الواي شرطه، طبعا ده بالقلم الرصاص مش تبع المصفوفه. طيب هنا هحط بقى الحاجات اللي مضروبه في الواي، فاللي مضروب هنا في الاكس ساين ثيتا، واللي مضروب في الواي هنا اللي هو الكوزاين ثيتا، وهنحط هنا صفر. فيبقى انت هتعمل مصفوفه فقط، المصفوفه ديت محطوطه بالشكل ده، مصفوفه 3 في 3، همسح ده خالص اهو. مصفوفه 3 في 3 زي اللي احنا شايفينها دي، كوزاين ناقص ساين ساين كوزاين، وهنا الباقي ده اصفار وهنا واحد. المصفوفه دي بالشكل ده لما اجهزها بالشكل ده واحط هنا الزاويه فقط، فالمصفوفه ديت هتعمل عمليه الدوران. تعال نشوف الموضوع ده على الاكسل. ده كان الشكل اللي فات. لو انا هنا هغير النظام ده، فبدل ما احط تي اكس وتي واي هنحط هنا بس الزاويه اللي هي ثيتا، وهحطها هنا مثلا. افترض ان انا مثلا اول زاويه هاخدها الزاويه 90، فالزاويه 90 اللي هي باي على 2، لان احنا بنشتغل كل الحسابات بتاعتنا راديوس. طيب انا هنا ببساطه هقوم مغير المصفوفه بتاعتي، فديت اللي هي الثلاثه، المصفوفه 3 في 3 اتفقنا ان الاثنين دولت هيبقوا صفار، وانا هاجي هنا هحط في الاربع خانات دولت كوزاين ناقص ساين ساين كوزاين، فهنحط هنا بيساوي كوزاين واقول له الزاويه، وهنا احط ناقص ساين الزاويه نفس الزاويه، واحط هنا ساين كوزاين فاقول له هنا الساين للزاويه، وهنا كوزاين للزاويه. كده انا بلف البيت بزاويه 90 درجه، فزي ما انت شايف البيت كله، ممكن نصغر بس تاني بقى دول كلهم كده عشان نشوف الشكل قدامنا، ونصغر دي برضو. فزي ما انت شايف البيت كان قدام اهوت، البيت لف بزاويه 90 درجه حوالين نقطه الاصل، فالبيت بقى بالشكل ده. طبعا ممكن تغير في الزاويه براحتك خالص، فلو احنا حبينا ان احنا نغير في الزاويه يعني نخلي البيت يلف بزاويه 60 درجه كفايه، فهنقول له هنا الزاويه خليها بدل باي على 2 نخليها باي على 3 عشان يبقى بنلفه بزاويه 60 درجه، 180 على 3 فيها 6 يبقى باي على 3. فكده زي ما انت شايف كده البيت بس لف بزاويه 60 درجه، طبعا بيلف حوالين نقطه الاصل، فبيلف حوالين نقطه الاصل بزاويه 60 درجه. طبعا لو عايز الفه بزاويه 180 درجه يعني اقلبه لتحت، فهيلف يعني النقطه ديت مثلا هتبقى هي النقطه دي، فهخليها مثلا يلف بزاويه باي فقط، فبقى البيت بالشكل ده زي ما انت شايف كده بقى لتحت. ولو لفته بزاويه 360 درجه اللي هي 2 باي،
فيبقى منطبق على الاصلي، يعني لما تلف الحاجه 360 درجه هترجع في مكانها تاني. نرجعها 60 تاني علشان نشوف الشكلين. فزي ما انت شايف كده البيت كله بيلف حوالين نقطه الاصل. طب لو انا مش عايز الف حوالين نقطه الاصل، انا عايز البيت كله يلف حوالين نقطه على البيت نفسه مثلا، يعني مثلا اثبت النقطه دي والف البيت كله حواليها. فهنا احنا هنستخدم ترانسفورميشن تاني، هنستخدم روتيشن with respect to fixed point، يعني هنثبت نقطة ونلف البيت كله حواليها. لو أنا سبت المعادلات ديت قدامي، لما أنا أحب أدور أي جسم حوالين بيفوت بوينت، البيفوت بوينت اللي هي نقطة محورية هسميها اكس ار وواي ار، فأنا عايز الجسم كله يلف حوالين النقطة دي. فعلشان أعمل ده، يعني مثلا لو أنا عندي مستطيل كده، فأنا عايز المستطيل كله يلف حوالين النقطة دي، فلما يلف مثلا يبقى كده، لكن النقطة دي ثابتة مش يلف في الفراغ حوالين نقطة الأصل. فإحنا لما نحب نعمل ده، فإحنا ببساطة خالص إحنا هنستخدم نفس المعادلات اللي قدامنا دي، بس بدل ما هي كانت إكس شرطة بتساوي كده، أنا هقول إكس شرطة هتساوي، أول حاجة تحط الإكس آر اللي هي الإحداث الإكس بتاع النقطة المحورية، زائد اي اكس تقابلك تخليها اكس ناقص اكس ار، واي واي تقابلك تخليها واي ناقص واي ار. فيبقى هنا اكس ناقص اكس ار في كوساين ثيتا ناقص الواي ناقص الواي ار في ساين ثيتا. دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه هتبقى الواي شرطه برضو هتساوي، اول حاجه اقوم جامع الاحداثي بتاع الواي ار، فاقول له الواي داش هتساوي الواي ار اللي هو احداث الواي بتاع البيفوت بوينت او النقطه المحوريه بتاعتي، زائد كل اكس تقابلك في المعادله الاولانيه دي تشيلها وتحط اكس ناقص اكس ار، وكل واي تقابلك تشيلها وتحط واي ناقص واي ار. فتبقى هنا اكس ناقص اكس ار في ساين ثيتا ناقص الواي ناقص الواي ار في كوساين ثيتا. خلي دهيت زائد، طبعا هي زائد اهي، فاحنا هنا زائد شلنا الواي بس وحطينا واي ناقص واي ار. طيب هنيجي بقى لو احنا حبينا ان احنا نختصر المعادلات ديت ونعيد ترتيبها شويه، فانا هقول ان الاكس شرطه هتساوي، خلي الحاجات اللي مضروبه في اكس لوحدها، يعني ادا اكس في كوزين ثيتا، فنحط هنا اكس في كوزين ثيتا، وبعد كده ناقص هنا الواي في ساين ثيتا. الباقي ده كله مقدار ثابت، لان الاكس ار قيمتها ثابته والواي ار قيمتها ثابته والساين ثيتا قيمتها ثابته والكوزين ثيتا قيمتها ثابته. فاحنا هنقوم قايلين له هنا زائد، هنحط بقى الاكس ار ناقص الاكس ار في كوزين ثيتا ناقص في ناقص بزائد واي ار في ساين ثيتا. بنفس الطريقه هنجيب الواي شرطه، فنقول الواي شرطه هتساوي اول حاجه الحاجات اللي مضروبه في اكس، فتبقى اكس في ساين ثيتا، وبعدين الحاجات اللي مضروبه في الواي فتبقى زائد واي في كوزين ثيتا. بعد كده هناخد الحاجات اللي هي الحد الثابت ده كله، كل ده كده مقدار ثابت، وكذلك كل اللي هنا ده هيبقى مقدار ثابت اللي هو الواي ار، بعد كده ناقص اكس ار في ساين ثيتا، بعد كده زائد في ناقص بناقص يبقى ناقص واي ار في كوزين ثيتا. بعد كده هنكتب نفس التحويل ده في هوموجينيوس ماتريكس علشان نستخدم نفس المصفوفه اللي بتعمل اي تحويل. فاحنا هنعمل مصفوفه كده 3 في 3، وهنحط بالقلم الرصاص كده هنا المعادله بتاعت الاكس شرطه، وهنا المعادله بتاعت الواي شرطه، وهنا دايما اللي هو اخر صف، هنا هيبقى الحاجه اللي مضروبه في اكس، وهنا الحاجه اللي مضروبه في الواي، وهنا الحد المطلق. طبعا ده بالقلم الرصاص بس عشان تبقى شايفه فقط. طيب ايه اللي مضروب في اكس هنا في معادله الاكس شرطه؟ كوزين ثيتا وناقص ساين ثيتا. بعد كده الحد المطلق بقى اللي هو كل ده هنحطه زي ما هو، اللي هو اكس ار ناقص اكس ار في كوزين ثيتا زائد الواي ار في ساين ثيتا. بعد كده المعادله الثانيه اللي هي بتاعت الواي شرطه اللي هي دي، اللي مضروب في الاكس هيبقى الساين ثيتا، واللي مضروب في الواي اللي هو كوزين ثيتا. بعد كده الحد المطلق ده كله هنكتبه هنا اللي هو الواي ار ناقص الاكس ار في ساين ثيتا ناقص الواي ار في كوزين ثيتا. بعد كده اخر صف طبعا 0 0 1. فاحنا لما نعمل اي مصفوفه بالشكل ده على طول هيعمل لنا الدوران حول نقطه مرجعيه، او الدوران بالنسبه لنقطه ثابته. هنخلي المعادله دي قدامنا كده
اللي هي المصفوفه دي. طبعا انت مش محتاج انك انت تكتب بقى الحاجات اللي بالرصاص اللي احنا حاطينها دي عشان ما تلخبطكش، تبقى تشيلها. دي المصفوفه بتاعتنا. لو فتحنا الاكسل وطبقنا الكلام ده، فانا هصغره كده علشان تبقى المعادله قدامي عشان ما اقعدش احفظ. انا هنا كل اللي انا محتاجه ان انا عندي اول حاجه الزاويه، الحاجه الثانيه عندي بقى نقطه مرجعيه، فهحط هنا الاكس ار والواي ار. الاكس ار والواي ار اللي هي النقطه المرجعيه اللي او النقطه الثابته اللي انا هلف حواليها. فلو احنا هنلف الجسم كله حوالين النقطه 10 و10 اللي هي النقطه دي، فهنكتب هنا 10 احداثي 10 للاكس واحداثي 10 للواي، النقطه 10 و10. هنيجي بقى نغير في المعادله ديت فقط اللي هم الاثنين دول، فهنقول له اللي هنا هيساوي زي ما هو مكتوب هنا الاكس ار، ادي الاكس ار ناقص الاكس ار في كوزاين ثيتا زائد الواي ار في ساين ثيتا. بعد كده هنيجي هنا هنكتب هنعمل نفس المعادله اللي تحت دي، فهنقول له هنا هيساوي الواي ار ناقص الاكس ار في ساين ثيتا ناقص الواي ار في كوزاين ثيتا. هو بس بيقول لي احط لك القوس، فبقول له اه. فزي ما انت شايف كده الجسم لف 60 درجه بس حوالين النقطه 10 و10، يعني الجسم ده كان كده ثبتت النقطه دي ولفيت بقيه الجسم كله 60 درجه. لو عايز تلفه 90 درجه خليها بايعه الاثنين، فتلاقي الجسم لف 90 درجه بس كل الدوران بتاعه حوالين النقطه 10 و10. لو عايزينها باي كامله 180 درجه كامله، فزي ما انت شايف بالشكل ده. طب لو غيرنا البيفوت بوينت، لو خليتها النقطه 25 و10، فلو خليتها 25 و10 بص كده الدوران النقطة دي ثابتة والجسم كله بيلف حواليها، فلما تبقى النقطة دي ثابتة والجسم يلف 180 درجة فبقى بالشكل ده. طب لو لفته 90 درجة فقط، قلت له باي على الاثنين، فالنقطة دي كانت ثابتة الجسم كله لف 90 درجة. طبعا أي نقطة جديدة هتحطها هيلف حواليها على طول، يعني مثلا لو حبينا إن احنا نستخدم النقطة اللي هنا دي، فاحنا كان عندنا هنا أعلى حاجة النقطة 17 و50 دي، فلو أنا عايز ألف حوالين النقطة 17 و50 فأقول له هنا 17 و50، فهنا كان بالشكل ده لما يلف بايع الاتنين 90 درجة، فالجسم كان بالشكل ده لف فقط 90 درجة فبقى بالشكل ده، بس بيلف حوالين إيه؟ حوالين النقطة دي. لو خليتها باي هيبقى واقف فوقه فيبقى بالشكل ده. فزي ما انت شايف كده الجسم بقى ايه، تقدر تلفه في اي اتجاه وتقدر تلفه حوالين اي نقطه تعجبك، وممكن تاخد اي نقطه جوه الجسم مش شرط نقطه على الجسم. يعني مثلا لو خدنا مثلا النقطه 17 مثلا و30، فهو النقطه دي بتبقى ثابته بالنسبه للايه، لجوه الجسم. فلو قلت له كده 17 30 طبعا صعب نتخيلها، بس هو بيعمل التحويل عادي خالص، يعني هو النقطة اللي ثابتة اللي جوه الجسم دي والجسم بيلف حواليها فبقى بالشكل اللي قدامك ده. طبعا لو حطيت النقطة المرجعية صفر وصفر هيبقى هو الدوران العادي خالص بتاعنا اللي كنا بنعمله من شوية. تالت ترانسفورميشن هنتكلم عليه اللي هو السكيلينج. انك انت لو انت عندك جسم عايز تكبره او تصغره، فهي ببساطة خالص المعادلة إن الإكس الجديدة هتساوي الإكس القديمة مضروبة في معامل تكبير أفقي إس إكس، والواي الجديدة بتساوي الواي القديمة مضروبة في معامل تكبير رأسي هنسميه إس واي. فأنت بتحدد معامل التكبير إس إكس دي باتنين، يبقى أنت كبرت الجسم قد الأولاني مرتين. ولو الإس إكس بتساوي الإس واي يبقى اسمه يونيفورم سكيلينج، يعني تكبير منتظم، إنك أنت بتكبر بنفس النسبة. انما لو الاس اكس ما بتساويش الاس واي يبقى ده اسمه ديفرنشال سكيلنج او تكبير غير منتظم. طبعا لو انا عايز اعبر ده بالهوموجينيوس ماتريكس، فانا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل مصفوفه، هحط هنا اللي مضروب في الاكس، فما فيش حاجه مضروبه في الاكس غير الاس اكس، فهحط هنا اس اكس هنا صفر وهنا صفر. بالنسبه لمعادله الواي هنا صفر واللي مضروب في الواي الاس واي، وهنا صفر وهنا صفر صفر واحد. فانت ما فيش عندك الا مصفوفه بالشكل ده، يعني تعمل مصفوفه 3 في 3 وتحط معامل التكبير الافقي هنا ومعامل التكبير الراسي هنا، فيبدا يكبر لك الجسم على طول. تعال نشوفه على الاكسل.
هنمسح دول دلوقتي وهنمسح الثيتا دي. احنا هنا المصفوفه بتاعتنا هتبقى نفس المصفوفه القديمه، بس انا هحط هنا معامل التكبير الافقي اللي هو الاس اكس والاس واي. فهنا لو انا قلت عايز اكبر الجسم بمقدار 2 في اتجاه الاكس و2 في اتجاه الواي، فقلت له هنا اللي هنا هيساوي الاس اكس واللي هنا هيساوي الاس واي والباقي ده اصفار زي ما انت شايف كده. الجسم الاحمر ده قد الازرق ده مرتين، بس لاحظ طبعا وانت بتكبر ان الجسم انتقل من مكانه، يعني الجسم ما بدأش في نفس المكان اللي كان بادئ فيه، هو انتقل من مكانه لمكان تاني بس بقى اكبر من الاولاني مرتين، لان هنا انت بتكبر بالنسبه لنقطه الاصل. هنشوف دلوقتي التكبير بعد شويه بالنسبه لنقطه ثابته. طيب لو انا كبرته بمقدار 3 في اتجاه الاكس و3 في اتجاه الواي، اه زي ما انت شايف بينتقل من مكانه. طب 5 في اتجاه الاكس و5 في اتجاه الواي، بقى اكبر منه 5 مرات بس بينتقل من مكانه لمكان تاني خالص. طيب لو انا خليته مثلا رقم ما بين الصفر والواحد، رقم ما بين الصفر والواحد معنى كده انك انت عايز الجسم اصغر من الاولاني، يعني لو عايزه نص الاولاني فبكتب هنا نص وهنا نص، فيبقى الجسم اللي هو اللي بالاحمر نص الجسم اللي بالازرق اللي هو الاولاني. لو عايزه ربع فهقول له ربع وهنا ربع، فهنا الجسم ده اصغر من الاولاني 4 مرات. زي ما شفنا كل التكبير او التصغير اللي تم نقل الجسم من مكان لمكان تاني خالص. فاحنا لو احنا عايزين نكبر الجسم او نصغره مع الحفاظ على نقطة البداية، يعني مثلا لو انا قلت له هنا النقطة 3 وكبرته بنسبة 3 و3، فلو انا عايز الجسم كله النقطة 10 و10 تثبت والجسم كله يكبر من الناحية التانية، او اثبت النقطة ديت مثلا والجسم كله يكبر من الناحية دي، فانا عايز الجسم يكبر او يصغر بس احافظ على نقطة ثابتة في الجسم. فده بيتم انك انت تعمل سكيلنج with respect to fixed point. فعشان نعمله احنا نفس المعادلات الاصليه بتاعتنا، احنا كنا بنقول ان الاكس بتساوي اللي هي الاكس الجديده بتساوي الاكس القديمه مضروبه في معامل تكبير افقي، والواي الجديده بتساوي الواي القديمه مضروبه في معامل تكبير راسي. فاحنا لما نحب نكبر او نصغر بالنسبه لنقطه مرجعيه فيبقى عندي نقطه ثابته اسمها اكس اف وواي اف. النقطة دي أنا هشيل كل X في المعادلة وأحط X ناقص XF، وأشيل كل Y وأحط Y ناقص YF. وفي الأول خالص لو هي X أجمع عليها الـ XF ولو هي Y أجمع عليها الـ YF، زي الدوران بالظبط ما عملنا. فهتبقى المعادلات الجديدة بتاعتي إن الـ X شرطة هتساوي، هتبقى أول حاجة أحط XF وبعد كده زائد، بدل ما هي SX في X هتبقى SX في X ناقص XF. يعني أشيل كل X وأحط X ناقص XF. كذلك هنا الواي داش هتبقى بتساوي اول حاجه احط الواي اف اللي هي النقطه الثابته بتاعتي احداث الواي بتاعها، زائد كل واي في المعادله دي اشيلها واحط مكانها واي ناقص واي اف، كل ده في اس واي. لما نحب ان احنا نعوض عن دي تعويضه بسيطه، فانا هخلي الحاجات اللي مضروبه في اكس لوحدها والباقي كله لوحده. فانا اقول له ان الاكس داش كده هتساوي اول حاجه اس اكس في اكس زي ما هي هيت، بعد كده الباقي ده كله مقدار ثابت. فانا هقوم قايل له هنا ممكن اخد اكس اف من الاثنين دولت كده عامل مشترك، فاقول له يفضل هنا واحد ناقص الاس اكس. وبنفس الطريقه الحاجات اللي مضروبه في الواي هخليها جنب بعضها، فيبقى هنا الاس واي في الواي زائد الواي اف هنا والواي اف هنا هاخدها عامل مشترك، فيفضل هنا واحد ناقص الاس واي. لما احب اعوض عن ده بهوموجينيوس ماتريكس زي ما اتفقنا، فاحنا اتفقنا ان احنا هنقوم عاملين مصفوفه 3 في 3. هحط هنا الحاجه اللي مضروبه في الاكس فهتبقى اس اكس، ومفيش حاجه مضروبه في الواي فيبقى صفر، والمقدار الثابت ده هيبقى كل ده اللي هو اكس اف في 1 ناقص الاس اكس. بالنسبه لمعادله الواي داش برضو هيبقى مفيش حاجه مضروبه في الاكس، بعد كده عندنا الاس واي هو اللي مضروب في الواي، وبعد كده الباقي ده كله مقدار ثابت اللي هو الواي اف في 1 ناقص الاس واي، وبعدين في الاخر خالص هحط هنا 0 0 1. لما نطبق الكلام ده على الاكسل فانا هفتح هنا كده، انا كان عندي هنا معامل التكبير الافقي ومعامل التكبير الراسي، هحط كمان نقطه اسمها اكس اف نقطه مرجعيه وواي اف دي نقطه ثابته ودي نقطه ثابته. فلو انا ثبتت في البدايه خالص بالنسبه للنقطه 10 و10 اللي هي دي،
وبعد كده قلت له هتكبره بمقدار مثلا 2 و2. هنيجي هنا طبعا احنا عارفين المصفوفه كان هنا اس اكس واس واي دولت زي ما هم مفيش فيهم مشكله، ودولت اللي انا حاططهم هنا ادا الاس اكس وادا الاس واي زي ما هم، القيمتين دول بس هم اللي انا هغيرهم. فهحط هنا هيساوي اول حاجه تحط الاكس اف اللي هي النقطه المرجعيه دي، الاحداثي بتاع الاكس بالنسبه للنقطه المرجعيه مضروب في 1 ناقص الاس اكس، وهنا هنحط هيساوي الواي اف المركبه واي للنقطه الثابته مضروبه في افتح قوس 1 ناقص اس واي اللي هو معامل التكبير الراسي. لما اعمل حاجه زي كده بص على الشكل، الشكل اللي بالازرق هو اللي كان كده، الاحمر ده بقى قده مرتين بس كبر في الاتجاه الثاني، ثبتت النقطه 10 و10 وشديت الجسم كله في الاتجاه الثاني. تعالى اما نثبته بالنسبه للنقطه 25 و10، لو انا غيرت النقطه دي بالنسبه ل 25 و10 ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان النقطه دي هتبقى ثابته والجسم كله هيتشد في الاتجاه الاخر. فزي ما انت شايف كده النقطه دي بقت ثابته والجسم بقى قده مرتين في الاتجاه التاني. كذلك لو صغرت يعني لو خليت الجسم ده نص الجسم مثلا ونص، بس هو النقطه دي ثابته دايما، فالنقطه دي ثابته والجسم ده اصغر من التاني يعني نص الجسم الاولاني. لو انت عايز تخليه قد الجسم الاولاني 3 مرات وعايز تثبته بالنسبه لاي نقطه ولتكن النقطه 15 و30، فانا لو ثبتت نقطه 15 و30 كده فزي ما انت شايف كده النقطه دي بتبقى ثابته في الجسم والجسم كله بيتشد حواليها لان دي نقطه في وسط الجسم. ممكن انك انت تكبر او تصغر بالنسبه للنقطه دي اللي هي 17 و30 تقريبا 17 و50، فاحنا نقول له هنا النقطه المرجعيه بتاعتي 17 و50. شايف الراس بتاعت الجسم؟ الراس بتاعت الجسم ثابته والجسم اتشد بقى من حواليها بحيث ان الجسم يبقى قدها ايه؟ قدها 3 مرات. احنا حتى الان اخذنا 3 تحويلات، اول تحويل اللي هو الترانسليشن، واتفقنا ان انا عشان انقل اي جسم من مكان لمكان فانا هعمل مصفوفه 3 في 3، هحط واحد واحد كده، واحد في اتجاه الاكس واحد في الواي، والباقي كله كده صفار، واخر صف دايما 0 0 1. هحط هنا التي اكس واحط هنا التي واي، فكده معناه انه يحرك الجسم ازاحه افقيه بمقدار تي اكس وازاحه راسيه بمقدار تي واي. تاني تحويل اخدناه اللي هو الروتيشن، والروتيشن ببساطه خالص قلنا ان انا عايز ادور الجسم، فانا قلت ان انا هيبقى عندي مصفوفه برده 3 في 3 هحطها كده كوزاين ناقص ساين ساين كوزاين، بحط هنا الزاويه اللي هي سيتا دي زاويه الدوران، وطبعا الزاويه ديت في عكس اتجاه عقارب الساعه، يعني انت عندك نقطه كده وبتدورها في الاتجاه ده كده. لو عايز طبعا تدورها في الاتجاه ده فانت هتعوض عن الزاويه بزاويه سالبه فقط، يعني بدل ما هي الزاويه 60 هتخليها زاويه ناقص 60 لو انت عايز تحركها في اتجاه عقارب الساعه، او تستخدم الزاويه 60 على طول مفيش مشكله، بس تغير المعادله لان انت عارف اساسا ان كوزاين ناقص سيتا بتساوي كوزاين سيتا، وعارف ان ساين ناقص سيتا بتساوي ناقص ساين سيتا، فيبقى المعادله اللي قدامك ديت المصفوفه ممكن نغيرها نخليها كوزاين ساين ناقص ساين كوزاين، وتحط الزاويه بتاعتك على طول من غير ما تغير الاشاره بتاعتها، يعني تبقى دي الدوران في اتجاه عقارب الساعه كلوك وايز وديت انتي كلوك وايز. لو استخدمت المصفوفة دي مباشرة يبقى ما تكتبش الزاوية بقى بناقص 60، يعني تكتب الزاوية ب 60 على طول، ولو أنت هتستخدم الزاوية بناقص يعني ممكن تستخدم المصفوفة الأصلية دي وتكتب الزاوية، لو كتبتها زاوية موجبة يبقى هتدور في اتجاه عقارب الساعة، لو كتبتها زاوية سالبة هتدور في عكس اتجاه عقارب الساعة. بعد كده أخدنا إيه التحويل الثالث اللي هو السكيلينج، والسكيلينج قلنا إن إحنا هنعمل مصفوفة، المصفوفة دي برضو هتبقى هنحط هنا مقدار التكبير الافقي ومقدار التكبير الراسي والباقي كده كله صفر اهوت، واخر صف دايما 0 0 1. فالمصفوفه ديت لما هستخدمها هيكبر الجسم اللي موجود بمقدار اس اكس اللي هو مقدار تكبير افقي اس اكس ومقدار تكبير راسي اس واي.
لو القيم ديت طبعا الاس اكس بتساوي الاس واي ده بيبقى تكبير منتظم يونيفورم سكيلنج، لو كانت الاس اكس ما بتساويش الاس واي بيبقى ديفرنشال سكيلنج. في حاجه مهمه، لو الاس اكس او الاس واي ما بين الصفر والواحد يبقى ده تصغير، يعني انت بتصغر الجسم اس اكس او اس واي، لكن لو هم اكبر من الواحد بيبقى تكبير. الميزه الزياده بقى في الهوموجينيوس ماتريكس او الهوموجينيوس سيستم اللي انا بستخدمه دوت علشان اعمل كل الترانسفورميشنز الممكنه، ان انا لو انا عايز اعمل كذا تحويل ورا بعض، يعني لو انا مثلا اديتك اي جسم وقلت لك الاول حاجه ترانسليت للجسم ده بمقدار تي اكس بتساوي 3 وتي واي بتساوي 5، وبعد كده قمت قايل لك اعمل له سكيلنج ويز اس اكس بتساوي الاس واي بتساوي 2، يبقى انا اول حاجه هنقل الجسم وبعدين هكبره، وبعدين الخطوه الثالثه هقول لك روتيت ويز سيتا بتساوي مثلا 60 درجه. فيبقى انت دلوقتي عايز تعمل ثلاث تحويلات ورا بعض، هل بقى ان انا افضل اعمل كل تحويل مستقل على الجسم وبعدين اطبقه، ولا ان انا على طول عندي نقاط الجسم؟ فانا عندي النقاط بتاعه الجسم هيت اللي هي اكس 1 وواي 1 و1، اكس 2 وواي 2 و1، اكس 3 وواي 3 و1، اكس 4 وواي 4 و1. دي كده النقاط بتاعه الجسم. انا على طول هقوم حاطط الثلاث مصفوفات ورا بعض بالترتيب كده، انا عايز اعمل اول تحويل ترانسليت، فاقوم هقيل 1 1 وهنا احط 3 وهنا 5 والباقي ده اصفار، يبقى ده اول تحويل. بعد كده هعمل سكيلنج، فالسكيلنج دوت اس اكس واس واي ب 2، يبقى احط هنا 2 و2 والباقي كله صفار زي ما انت شايف كده. وبعد كده الثالث اللي هو التحويل الثالث اللي هو الروتيت ب 60 درجه، فهحط هنا كوزاين ناقص ساين ساين كوزاين، وهنا 0 0 0 0 1، واحط هنا الزاويه اللي هي سيتا اللي هي الزاويه ب 60 يعني. لو لاحظت هنا هتلاقي انك انت عندك دلوقتي ثلاث مصفوفات، كل مصفوفه من ديت اصلا 3 في 3، فدي 3 في 3 ودي 3 في 3 ودي 3 في 3، فانت لما تضرب الثلاث مصفوفات دولت في بعض هيطلع لك مصفوفه واحده 3 في 3 اللي هي دي. هتقوم ضرب المصفوفه اللي تطلع دي بقى في كل نقاط الجسم اللي هي اكس 1 واي 1 1، اكس 2 واي 2 1، اكس 3 واي 3 1، اكس 4 واي 4 1. هتضرب المصفوفه دي في النقاط ديت هيطلع لك على طول التحويل. فلما اجي اضرب المصفوفه الاولى ديت في الثانيه مثلا، ممكن ناخد المصفوفه دي كده هنضربها في المصفوفه دي الاول، واللي يطلع نضربه في الثالثه، فخلي الثالثه دي مكتوبه زي ما هي هيت كوزاين سيتا ناقص ساين سيتا، وهنا ساين سيتا كوزاين سيتا 0 0 1. هضرب المصفوفه دي في المصفوفه دي، فهاخد الصف الاول هضربه في العمود الاول والثاني والثالث، فلما هضربه هيبقى 2 في 1 ب 2، وهنا 0 وهنا 6. بعد كده اخد الصف الثاني هضربه في العمود الاول والثاني والثالث ورا بعض، فلما اضرب 2 في 0 هيبقى ب 0، 2 في 1 هيبقى ب 2، و2 في 5 هيبقى ب 10. وبعد كده اخر صف اللي هو الصف الثالث هيبقى 0 0 1، لما يتضرب هنا مفيش هنا قصاده الواحد هيبقى 0 0 ايه 1. كده طلع لي المصفوفه اللي هي اللي قدامك دي، هاخد المصفوفه دي ابدا اضربها في المصفوفه الثانيه. كده برضو دي مصفوفه 3 في 3 هنضربها في مصفوفه 3 في 3، فهتطلع مصفوفه 3 في 3. المصفوفه ديت اول حاجه هناخد الصف الاول هنضربه في العمود الاول والثاني والثالث بالشكل ده ونجمع، فاحنا لما نضرب هيبقى هنا مفيش غير كوساين سيتا قصاد 2، فتبقى 2 كوساين سيتا، وهنا هتبقى ناقص 2 ساين سيتا، وهنا هتبقى 6، ممكن نمسح القوس ده دلوقتي، هنا هتبقى 6 كوساين سيتا وبعدين ناقص 10 ساين سيتا. بعد كده ناخد الصف الثاني هنضربه في العمود الاول والثاني والثالث، فهتبقى هنا 2 ساين سيتا وهنا 2 كوزاين سيتا وهنا 6 ساين سيتا زائد 10 كوزاين سيتا.
بعد كده هنا 001 طبعا، لان الصف التالت ده لما تضربه في اي حاجه يبقى بايه 001. كده دي مصفوفه، دي مصفوفه نهائيه يعني قيم فقط، ما هي السته ديت احنا قايلين ب 60 درجه تقريبا فوق، فيبقى كل دولت كده قيم هتضربها بقى في النقاط بتاعه الشكل اللي هو اللي عندك، اللي هو اكس 1 واي 1 1 اكس 2 واي 2 1 اكس 3 واي 3 1 واكس 4 واي 4 1 لو الشكل بتاعك 4 نقط، فدي مصفوفه 3 في 3 هتتضرب في مصفوفه 3 في 4 فيطلع لك مصفوفه 3 في 4 اللي هي التحويل الجديد، اللي هي هيطلع لك بقى اكس 1 شرطه واي 1 شرطه اللي هي النهائيه، واكس 2 شرطه واي 2 شرطه اللي هي النهائيه، واكس 3 شرطه واي 3 شرطه، واكس 4 شرطه واي 4 شرطه. فيبقى انت كده عملت التحويل كله بمصفوفه واحده بعد ما كنت هتضطر انك انت تستخدم المعادلات الرياضيه علشان تعمل التحويل الاولاني، وبعد ما تخلصه خالص تبدا تعمل التحويل الثاني، وبعد ما تخلصه تبدا تعمل التحويل الثالث. لا انا دمجت التحويلات كلها في بعضها في مصفوفه واحده وقمت ضاربها على طول، فقام طلع لي الجسم اللي هو اللي عمل له عمليه التحويل المركب ده. فالكومبوزيت ترانسفورميشن سهل جدا يتعامل بيه الهوموجينيوس سيستم عن ان هو يتعامل بالطرق العاديه. في موضوع مهم بقى، ان انا لو انا اديتك تحويل من نفس النوع، يعني تحويلين الاثنين ترانسليشن مثلا، فقلت لك ترانسليت مثلا لاي جسم with tx مثلا بتساوي 4 و ty مثلا بتساوي 5، وبعدين بعد ما عملت التحويل الاولاني ده هتعمل تحويل تاني برضه ترانسليت، فهو الاثنين نفس النوع اللي هو عمليه انتقال للجسم، with tx مثلا بتساوي 10 والty مثلا بتساوي 7. فانت بدل ما تقعد تضرب المصفوفات في بعض، انت طبعا لو ضربت المصفوفات في بعض هيطلع لك نفس الناتج، فانت لما تعمل التحويل ده على هيئه مصفوفات هيحصل ايه؟ هتكتب هنا 1 1 1 وبعدين هتحط التي اكس والتي واي هنا اللي هم 4 و5 والباقي ده صفار. واللي هيطلع من المصفوفه اللي هي 3 في 3 ديت هتضربه في المصفوفه 3 في 3 اللي هو التحويل الثاني. التحويل الثاني 10 و7، فتكتب هنا 10 و7 وهنا 1 1 1 والباقي ده صفار. فالمصفوفتين دولت لما تضربهم في بعض هيدي لك نفس المصفوفه اللي انت ممكن تجيبها بانك انت تحط هنا 1 1 وهنا اخر عمود اخر صف 0 0 1 وتحط هنا مجموعه تي اكس مع بعضها، يعني هنا التي اكس 4 والتي اكس الثانيه ب 10 فتقوم حاطط هنا 14، وهنا التي واي ب 5 والتي واي ب 7 فتحط 5 و7 12. فلما تحط هنا 14 و12 هو ده ناتج ضرب المصفوفتين دول في بعض، ممكن تضربهم وتتاكد. فيبقى انا لو طلبت منك تحويل ب تي اكس 1 و تي واي 1 وبعده على طول تحويل ب تي اكس 2 و تي واي 2، يبقى انت ما تقعدش تعمل مصفوفات، تضرب على طول تشكل المصفوفه على طول اللي هي بتتشكل ازاي؟ 1 1 1 0 0 0 0 وتحط هنا التي اكس 1 زائد التي اكس 2 وهنا التي واي 1 زائد التي واي 2. برضو نفس الموضوع، لو انا قلت لك ان انا عايز اعمل سكيلينج ويز اس اكس 1 مثلا بتساوي 2 واس واي 1 بتساوي 3، ده تحويل الاولاني اللي انا هعمله. بعد كده هعمل تحويل من نفس النوع برضو، هيبقى سكيلينج بس باستخدام اس اكس 2 مثلا بتساوي مثلا 4 واس واي 2 بتساوي 2. فاحنا هنا لما نيجي نعمل التحويلين دول ورا بعض، الطبيعي انك انت بتعمل المصفوفه للتحويل الاولاني، فالتحويل الاولاني ب 2 و3 فهتكتب هنا 2 و3 والباقي ده كله صفار واخر صف 0 0 1. واللي هيطلع من المصفوفه 3 في 3 دي هتضربه في مصفوفه ثانيه 3 في 3، المصفوفه الثانيه ديت هتبقى عباره عن 4 و2، فانت هتكتب هنا 4 وهنا 2 وهتكتب هنا صفار كده وهنا 0 0 1، وهتضرب المصفوفه 3 في 3 دي في 3 في 3 ديت وتطلع مصفوفه التحويل. فمصفوفه التحويل نفسها لما تعمل عمليه الضرب ديت هتطلع معاك هي نفسها، لما تضرب الاس اكس 1 في الاس اكس 2 يعني 2 في 4 ب 8 فتقوم كاتب 8 هنا، واس واي ب 3 اس واي 1 ب 3 واس واي 2 ب 2 ف 3 في 2 ب 6 فتقوم كاتب 6 هنا، وتقوم كاتب الباقي كله صفار زي ما انت متعود، وتقوم مطلع المصفوفه. فدي مصفوفه التحويل بتاعتك، لو ضربت الاثنين دول في بعض هتطلع هي نفسها. فبدل ما انت ما تقعد تعمل عمليات المصفوفات دي كلها لو هم كذا تحويل كلهم تكبير او تصغير مع بعض، فيبقى انت ببساطه خالص هتقوم عامل مصفوفه، المصفوفه دي هتيجي من انك انت تضرب الاس اكس 1 في الاس اكس 2
وهنا الاس واي 1 في الاس واي 2 والباقي كله صفار، وتحط في الاخر خالص 0 0 ايه 1. وبنفس الطريقه لو انا اديتك تحويلين، التحويل الاولاني عايز روتيت بزاويه ثيتا مثلا بتساوي 30، وبعدين روتيت تاني ويز الثيتا بتساوي مثلا 60. يعني عايزك تدور لي الجسم بزاويه 30 درجه وبعدين تدوره بزاويه 60 درجه. فانت الطبيعي انك انت هتعمل مصفوفتين برضو وهتضربهم في بعض، وده طبعا هياخد منك وقت كبير. فانت هتعمل الصوره الاولانيه كوزاين ناقص ساين ساين كوزاين، وهتحط الزاويه بتاعتك اللي هي 30، فهتقول هنا كوزاين 30 ناقص ساين 30 ساين 30 كوزاين 30، وهنا 0 0 0 0 1. واللي هيطلع من هنا هتضربه في المصفوفه الثانيه اللي هي برضو 3 في 3 بس على الزاويه 60، فهتحط كوزاين ناقص ساين ساين كوزاين، وهتحط هنا ال 60 وهنا ال 60 وهنا ال 60 وهنا ال 60 وهنا 0 0 0 0 1. بدل ما تعمل المصفوفتين دولت وترجع تضربهم في بعض، لما هتضربهم في بعض في الاخر خالص هتطلع هي نفس المصفوفه اللي بتطلع لما تكتب كوزاين ناقص ساين وساين كوزاين، وهنا 0 0 0 0 1، وتجمع الزوايا. يعني الزوايا هنا 30 و60 مجموع الزاويتين دول 90، فتقوم حاطط هنا كوزين 90 على طول ناقص ساين 90 ساين 90 كوزين 90. والموضوع مش محتاج، يعني انت عندك نقطه دورتها بزاويه 30 ودورتها تاني بزاويه 60، فكانك دورتها بزاويه 90. وبرده لو حبينا نشوف الاثبات بتاعها فهي ببساطه خالص، انت كان عندك هنا مصفوفتين كوزين سيتا 1 وناقص ساين سيتا 1 وهنا ساين سيتا 1 وكوزين سيتا 1. المفروض ان المصفوفه ديت هتضربها في مصفوفه تانية، المصفوفه الثانيه كوزين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 2 وساين سيتا 2 وهنا كوزين سيتا 2. لما هتضرب هتاخد الصف الاول هتضربه في العمود الاول، وبعدين هنرجع نضربه في الثاني ونرجع نضربه في الثالث ونجمع. فاحنا لما نعمل عمليه الضرب دي، تعالى ما نعملها كامله، هنعمل هنا مصفوفة كبيرة جدا 3 في 3 هيت. أما هنضرب الصف الأول في العمود الأول فيبقى هنا كوزين سيتا 2 كوزين سيتا 1 وبعد كده ناقص ساين سيتا 2 في ساين سيتا 1. لما هنضرب الصف الأول في العمود الثاني فهتبقى ناقص كوزين سيتا 2 ساين سيتا 1 ناقص ساين سيتا 2 كوزين سيتا 1. هنا طبعا صفر. وبعدين ناخد الصف الثاني في العمود الاول والثاني والثالث، فلما نضربه هيبقى هنا ساين سيتا 2 في كوزين سيتا 1 زائد كوزين سيتا 2 في ساين سيتا 1، وهنا هيبقى ناقص ساين سيتا 2 في ساين سيتا 1، وبعد كده زائد كوزين سيتا 2 في كوزين سيتا 1، وهنا هيبقى طبعا صفر، وبعد كده هنا صفر صفر 1. لو جيت اختصر دول ببساطة خالص فانت هتلاقي عندك ان انا عندي مصفوفة بالشكل ده، اول خانة هنا كوزين كوزين ناقص ساين ساين اللي هي كوزين مجموعة زاويتين اللي هي سيتا 1 زائد سيتا 2 او سيتا 2 زائد سيتا 1 مش هتفرق. هنا لو خدت اشارة الناقص دي عامل مشترك فيبقى ناقص بره عامل مشترك ويبقى ساين كوزين زائد كوزين ساين اللي هي ساين مجموع زاويتين بس مش السالب اللي بره اللي انا خدته عامل مشترك، فيبقى هنا ساين سيتا 1 زائد سيتا 2 وهنا 0. بعد كده هنا كوزين ساين كوزين زائد كوزين ساين يبقى ده ساين مجموع زاويتين فيبقى ساين سيتا 1 زائد سيتا 2، وهنا كوزين كوزين ناقص ساين ساين فيبقى هنا كوزين مجموع زاويتين اللي هي سيتا 1 زائد سيتا 2، وهنا 0 وهنا 0 0 1. ف
فيبقى انت لما يبقى عندك التفاف بزاويه ثيتا واحد وبعده التفاف بزاويه ثيتا اتنين، تقوم جامعهم على طول، بتحط كوزاين ناقص ساين، ساين كوزاين، وتحط مجموع الزاويتين، يبقى انت كده خلصت على طول التحويل بدل ما تقعد تحط كذا مصفوفه وتضرب. كذلك لو عندك 10 زوايا ما تقعدش بقى تحط 10 مصفوفات وتضربهم في بعض، يبقى كوزاين وتحط ال10 زوايا، ناقص ساين وتحط ال10 زوايا، وبعدين ساين كوزاين وتحط ال10 زوايا. طيب في موضوع بقى مهم جدا، لو انا عندي جسم اتعمل عليه تحويل وانا عايز ارجعه لمكانه الاصلي، فهنا هنشوف نوع التحويل. فاول حاجه لو التحويل ده ترانسليشن يعني انتقال، فلو انا عندي جسم انتقل بمقدار تي اكس مثلا بتساوي 3 وتي واي بتساوي 5 وانا عايز ارجعه للاوريجينال بوزيشن بتاعه، علشان اعمل ده انت هتعمل مصفوفه التحويل برضه، فانت كنت اساسا عشان تنقل الجسم بتنقله بمصفوفه تي اكس وتي واي، انت كل اللي انت هتعمله هتحط هنا بس ناقص تي اكس وناقص تي واي. يبقى لو حطيت ناقص تي اكس وناقص تي واي يبقى انا هرجع الجسم لمكانه الاصلي، لان انت لما نقلته بتي اكس ونقلته بتي واي، فلما تحب ترجعه لمكانه الاصلي ترجعه بناقص تي اكس وناقص تي واي. فالتحويل اللي قدامنا ده لو انا عندي جسم انتقل بمقدار 3 و5 فانا عايز ارجعه لمكانه الاصلي، فاحط هنا 1 1 1 والباقي ده كله صفار، بس بدل ما احط هنا 3 احط ناقص 3، وبدل ما احط هنا 5 احط ناقص 5. نفس الموضوع لو انا عندي جسم عملت له تكبير او تصغير، فلو انا عملت سكيلنج ب اس اكس مثلا بتساوي 2 واس واي مثلا بتساوي 4، وانا عايز ارجع الجسم للاوريجينال بوزيشن بتاعه، يعني جسم انا كبرته بمقدار 2 في اتجاه الاكس و4 في اتجاه الواي، وعايز ارجعه للحجم الاصلي بتاعه، فاحنا ببساطه خالص هنعمل مصفوفه تحويل برضو، بس بدل ما نحط هنا كنا بنحط هنا اس اكس وهنا اس واي، فبدل ما نحط اس اكس واس واي فاحنا هنحط 1 على اس اكس وهنحط 1 على اس واي، والباقي كله صفار زي ما احنا متعودين، واخر صف 0 0 1. فيبقى انا هنا لو انا كبرت جسم بمقدار 2 و4 وعايز ارجعه للحجم الاصلي بتاعه، فانا احط هنا 1 على 2 واحط هنا 1 على 4 واحط هنا اصفار زي ما احنا متعودين، وهنا 0 0 1. فالمصفوفه دي لما تتضرب في النقاط بتاعه الجسم هيرجع للحجم الطبيعي بتاعه تاني. بنفس الطريقه لو انا عملت اي عمليه دوران لاي جسم، فانا عملت دوران بزاويه مثلا 60 وعايز ارجع الجسم لمكانه الاصلي تاني، فهو ببساطه خالص النقطه كانت هنا، انا لفتها كده بزاويه ايه 60، يبقى ارجعها كده بزاويه 60. ف يا اما تعوض على طول بزاويه ناقص 60 في التحويل العادي بتاعك، يا اما تعمل المصفوفه زي ما احنا ما شفنا في الجزء اللي فات، انك انت كنت بتعمل كوزاين ناقص ساين خليها كوزاين ساين وناقص ساين كوزاين، وحط ال 60 عادي خالص. فيبقى انت كده رجعت الجسم للاوريجينال بوزيشن بتاعه. النوع الرابع في الترانسفورميشنز اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هو الريفليكشن او الانعكاس. يعني ايه انعكاس؟ يعني انا لو انا عندي المحاور بتاعتي ده اكس وده واي، وانا عندي اي جسم مثلا وليكن مثلا بالشكل ده، فانا عشان اشوف الجسم ده في المرايه اللي هي محطوطه على محور اكس كده، فانا هسقط عمود من اول كل نقطه لغايه المرايه، وهسقط عمود بنفس الطول الناحيه الثانيه. فيبقى الثلاث نقط دولت هو الانعكاس بتاع الثلاث نقط اللي فوق، فيبقى الشكل ده لما تبص عليه في مرايه محطوطه افقيا كده فهتشوفه بالشكل ده. طيب ده انعكاس اجينست الاكس اكسس، فانت لو حبيت تشوف المصفوفه اللي بتعمل لك الانعكاس الافقي، فانت ببساطه خالص كل اللي انت محتاجه انك انت قيم اكس هي هياها، قيم اكس ما اتغيرتش، لكن قيم واي كانت هنا موجبه، قيم واي هنا سالبه، فكل اللي انت محتاجه انك انت تحط سالب واحد بس عند الواي، بعد كده الباقي كله صفار عادي خالص. فالمصفوفه دي مجرد ان انا استخدمها هيحصل انعكاس افقي. لما نشوف الكلام ده على الاكسل هنا، فانا هلغي بقى كل ده خالص واحط مصفوفه عاديه خالص، ان انا احط بس كده كله صفار عشان بس ما يبقاش في اي قيم محطوطه،
بحط هنا واحد واحط هنا ناقص واحد. فزي ما انت شايف البيت كان كده، الانعكاس بتاعه بقى بالشكل ده. بنفس الطريقة لو انا عايز اشوف الانعكاس في المحور واي، يعني لو انا حاطط المراية بشكل رأسي وعندي مثلا اي جسم وليكن مثلا بالشكل ده وعايز اشوف الانعكاس بتاعه بالنسبة للواي، فانت برضو هتسقط عمود وهتسقط عمود بنفس الطول الناحية التانية وهتسقط عمود من كل النقاط بالشكل ده، فهيبقى الانعكاس بتاع الجسم ده هو ده. لما تيجي تبص هتلاقي قيم الواي هي نفسها، لكن قيم الاكس هي اللي اتغيرت. الاكس كانت هنا موجبه، الاكس بقت هنا سالبه. فلو انت عايز تعمل الهوموجينيوس ماتريكس اللي هي المفروض اللي هي تعمل لك الانعكاس الراسي، فانت هتحط ناقص واحد بس عند الاكس، الباقي كله هنا واحد عند الواي، الباقي كله صفار، واخر صف دايما 0 0 1. لما استخدم المصفوفه اللي هي اللي بالشكل ده على طول هيعمل لي الانعكاس الراسي. تعال نشوف الكلام ده على الاكسل. انا هخلي ديت واحد عادي خالص، بس هحط هنا ناقص واحد بدل واحد. فالجسم هنا لما تشوفه في المرايه الراسيه اللي هي اللي بالشكل ده هتشوفه بالشكل ده. في عندي طبعا انواع تانيه من الانعكاس، فانا ممكن اجيب انعكاس اي جسم حوالين نقطه الاصل. فببساطه خالص لو انت عايز تجيب الانعكاس against the origin، فانت هتحط هنا ناقص واحد ناقص واحد والباقي كله اصفار. لما تطبق الكلام ده على الاكسل عشان تشوف الشكل اللي بيحصل، هتقوم مخلي دي ناقص واحد ودي ناقص واحد، فالانعكاس كده حوالين نقطة الاصل. برضو عندي انواع تانية من الانعكاس، فانا ممكن مثلا اجيب الانعكاس حول اي خط. فمثلا ممكن اجيب على الانعكاس حول الخط المستقيم اللي هو y بيساوي الاكس. يعني انا مثلا المحاور اللي عندي بالشكل ده، في عندي الخط المستقيم اللي هو y بيساوي الاكس اللي هو بالشكل ده، ممكن اجيب الانعكاس حوالين الخط ده. يعني لو انا عندي جسم هنا اشوف الانعكاس بتاع الجسم ده في الخط ده هيطلع عامل ازاي. فاحنا ببساطه خالص لو عايزين نطبق الانعكاس حول الخط المستقيم y بيساوي الاكس، فانا احط واحد هنا وواحد هنا، يعني ابدل قيم الاكس وابدل قيم الواي، فيبقى المصفوفه بتاعتي بالشكل ده. لما اطبق المصفوفه دي فهيحصل انعكاس حول الخط المستقيم y بيساوي الاكس. طبعا ممكن ما تبقاش مستوعبها قوي في الشكل اللي احنا عاملينه، فممكن نبقى نرسم شكل تاني. يعني لو احنا هنا على نفس الشكل ده وقمنا قايلين له خلي دي بقى صفر وخلي دي واحد وخلي دي صفر وخلي دي واحد، فانا كده بدلت الاكس والواي، فده الانعكاس حول الخط المستقيم y بيساوي الاكس. ما تنساش طبعا ان احنا هنا مستخدمين 10 و10، فهي نقط، النقط ديت طبعا الانعكاس بتاعها هيبقى هي نفسها. لكن لو رسمنا شكل تاني، تعالى مثلا نمسح النقط دي كده ونعمل شكل تاني خالص، فنقول له مثلا انا هعمل النقطه مثلا 20 و10 ابعد عن الخط المستقيم واي بيساوي الاكس يعني، واقول له هتروح لي مثلا ل 30 و10، وبعدين هنرسم مثلث فقط يعني نروح ل 25 و15 وبعدين ارجع ل 20 و10، نمسح بقى دول كده ونمسح دول. فلما تبص كده هتلاقي ان انا لو رسمت الخط المستقيم اللي هو y بيساوي الاكس ده، يعني هو طبعا انا مش رسمه بالظبط طبعا، لكن احاول اخليه ابصر دقه. فيعني الخط ده لو رسمته هنا هتلاقي ان هو الانعكاس حوالين الخط ده بتاع الشكل ده هو بقى الشكل ده. نرجع تاني برضو بنفس الطريقة، ممكن اجيب الانعكاس حول الخط المستقيم اللي هو y بيساوي ناقص x. الخط ده المعادلة بتاعته y بتساوي ناقص x، فالانعكاس بتاعه ببساطة خالص ان انا احط هنا سالب واحد وهنا سالب واحد على نفس المصفوفة. فلو انا رحت هنا على الاكسل وقلت له خلي دي بقى ناقص واحد ودي ناقص واحد، هيبقى ده الانعكاس حول الخط المستقيم y بيساوي ناقص x اللي هو عامل كده. لو جينا نلخص الانعكاسات اللي احنا قلناها، فاحنا عندنا reflection against، اول حاجه الاكس اكسس،
كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخلي بس الايه الواي هي اللي سالبه، الباقي كله كده الاكس موجبه، واخر صف دايما صفر صفر ايه واحد. ده انعكاس حوالين محور اكس. طيب لو احنا عايزين نجيب انعكاس حوالين محور واي، فالانعكاس حوالين محور واي الاكس بس هي اللي هتبقى سالبه، فاحنا هنعمل مصفوفه كده، الاكس بس اللي هتبقى سالبه، الواي موجبه عادي، والباقي ده اصفار بالشكل ده. لو احنا حبينا نجيب الانعكاس اجينست الاوريجن حول نقطه الاصل، فاحنا ببساطه خالص هنقوم مخليين الاكس بسالب والواي بسالب، فيبقى هنا سالب واحد وسالب واحد، وهنا صفر وصفر 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 واحد. برضو نطلع شويه كده، لو احنا حبينا نجيب الانعكاس حول الخط المستقيم اللي هو واي بيساوي الاكس، فاحنا هنعمل مصفوفه كده، هنقول ان انا هبدل بس قيم الاكس وقيم الواي، فخلي الاكس بواي والواي باكس، والباقي ده اصفار، وهنا صفر صفر واحد. ولو انا حبيت اجيب الانعكاس حوالين الخط المستقيم واي بيساوي ناقص اكس، فهي نفس دي بس اخلي الوحيد ديت سالبه، فيبقى واحد صفر ناقص واحد، وهنا ناقص واحد، والباقي اصفار، وهنا صفر صفر واحد. النوع الخامس والاخير من التحويلات هو الشيرنج. فاحنا هنتكلم على حاجه اسمها الاكس دايركشن شير. والواي دايركشن شير. ببساطه خالص عشان اعمل عمليه الشير ديت، انا بحط هنا قيمه الاكس زي ما هي بواحد، واحط هنا مقدار اسمه اس اتش اكس، ده مقدار الانزلاق الافقي. بعد كده الواي زي ما هي بواحد، الباقي كله صفار. لما اعمل مصفوفه بالشكل ده بيحصل عمليه انزلاق افقي. يعني ايه انزلاق افقي؟ يعني انا عندي جسم، الجسم ده شكله عامل كده. انا بحافظ على قيم الواي زي ما هي، يعني قيم الواي تفضل زي ما هي كلها. لكن بالنسبه لقيم الاكس بتبقى كان الجسم ده بيتكون من اعمده كده، والاعمده ديت يا اما مالت يمين يا اما مالت شمال. فقط. فلو هي سالبه هتميل شمال، لو هي موجبه هتميل يمين. تعال نشوف المصفوفه ديت لما نطبقها على جسم في الاكسل. الاول تعالى اما نغير الشكل ده لمستطيل، علشان النوع ده من التحويلات مش هتفهمه الا لما يكون متطبق على مستطيل في الاول. فاحنا هنحول الشكل اللي هو المثلث ده كده 20 و10 30 و10، هنخليها بقى 30 و20، وبعدين نروح ل 20 و20 مثلا، وبعدين نرجع لنقطه الاصل اللي هي 20 و10 كده. ده مستطيل، وهنزود التحويل هنا خطوه اللي هو الضرب ده. بدل ما احنا ما نعمل الريفليكشن ده، احنا هنعمل عمليه شيرنج ببساطه خالص. فاحنا سوري انا عايز اشيل الخط ده بس. اوكي. انا هحط هنا قيمه الاكس عادي بواحد، وقيمه الواي عادي بواحد، بس هحط هنا مقدار انزلاق افقي، هنا صفر طبعا. لما احط هنا مقدار انزلاق افقي، افترض ان انا حطيت 2، ايه اللي بيحصل؟ الجسم اهو ده الجسم الاصلي، وده الجسم اللي حصل له انزلاق، فقيم الواي زي ما هي كلها، لكن الجسم ده كانه طبقات كده انزلقت لقدام. طب لو انا حطيت مقدار الانزلاق ده برقم سالب تنزلق لورا، فخليتها مثلا ناقص 2، بص على اللي هيحصل، فبقى الجسم بالشكل ده. الواي دايركشن شيرنج هو نفس الاكس، بس الانزلاق المره ده هيتم في اتجاه الواي، فقيم الاكس هي اللي هتبقى ثابته، وقيم الواي هي اللي هتنزلق. فاحنا برضو هتبقى هنا واحد وهنا واحد، بس بدل ما احط القيمه فوق هنا، اللي فوق هنا هتبقى صفر، وهنا هحط مقدار الانزلاق الراسي اللي هو اس اتش واي، وهحط هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر صفر واحد. لما نطبق المصفوفه ديت على اي جسم، فلو الجسم ده مثلا بالشكل ده، فالجسم ده هيبقى كانه هو طبقات كده، الطبقات دي انزلقت لتحت او لفوق، فممكن تنزلق لتحت كده فتبقى بالشكل ده، او ممكن تنزلق لفوق فتبقى بالشكل ده، لكن قيم الاكس نفسها بتفضل ثابته. تعال نشوف الكلام ده على الاكسل هنا. انا لو انا غيرت المصفوفه ديت، حطيت هنا صفر وحطيت هنا 2 فقط، فكده الجسم ده انزلق لفوق او الجسم ده انزلق لتحت.
لما نحب نلخص النوعين بتوع الانزلاق اللي عندنا، فاحنا عندنا نوعين اكس دايركشن شير وواي دايركشن شير. في حالة الانزلاق الافقي انا بيبقى عندي المصفوفة بالشكل ده، انا بحط دايما واحد عند الاكس وواحد عند الواي، وبحط هنا مقدار انزلاق افقي فقط اللي هو اس اتش اكس، الباقي ده كله صفار، واخر صف دايما 0 0 1. في حالة الواي دايركشن شير انا بحط المصفوفة بالشكل ده، برضو واحد عند الاكس وواحد عند الواي، بس بحط مقدار انزلاق رأسي اس اتش واي في المكان ده، الباقي كله صفار، فهنا اخر صف 0 0 1. لو احنا حبينا نبص على المعادلات اللي هي الاصليه بتاعه المصفوفه ديت، فانت عارف انك انت هنا هتحط الاكس شرطه وهنا الواي شرطه وهنا قيمه الاكس وهنا الواي، فانت وهنا ده مقدار ثابت سي، فانت عايز معادله الاكس شرطه اللي هي الاكس الجديده. الاكس الجديده جت ازاي؟ واحد في الاكس القديمه، يبقى اكس القديمه زائد اس اتش اكس في واي، فبقى هنا اس اتش اكس في واي، فدي المعادله. طيب بالنسبه للواي شرطه اللي هي واي جديده، واي جديده هتيجي ازاي؟ صفر في اكس، وهنا مفيش مقدار ثابت، يبقى هنا مفيش الا واحد في واي، فيبقى الواي الجديده هي نفسها الواي القديمه، ما حصلش عليها اي تغيير. يبقى الاختلاف الوحيد عندنا في ايه؟ الاختلاف الوحيد عندنا ان احنا عندنا ان الاكس بس قيمها بتتغير، يا اما تتحرك يمين يا تتحرك شمال. نفس الكلام هنا، لو انا حطيت هنا الاكس شرطه وهنا الواي شرطه وحبيت اشوف قيم الاكس الجديده والواي الجديده بتيجي ازاي، وهنا ده مقدار ثابت، فانا هقول ان الاكس الجديده هتبقى بتساوي ايه؟ بتساوي واحد في الاكس القديمه، فالاكس الجديده هي نفسها الاكس القديمه فقط. بالنسبه للواي الجديده هتساوي اول حاجه اس اتش واي في الاكس زائد واحد في الواي اللي هي قيم الواي. فانت هنا لما تيجي تبص على الواي دايركشن شير فتلاقي قيم الاكس هي نفسها، مفيش هنا غير واحد فقط هنا، الباقي ده كله صفار، فيبقى واحد في اكس فقط، فيبقى قيم الاكس الجديده هي نفسها الاكس القديمه، وقيم واي الجديده هي عباره عن قيم الاكس القديمه مضروبه في مقدار انزلاق زائد قيمه واحد في واي اللي هي الواي. يبقى في الاكس دايركشن شير قيم الاكس بس هتروح يمين او شمال، لكن قيم الواي ثابته، وفي الواي دايركشن شير قيم الاكس هتفضل ثابته لكن قيم الواي هتطلع لفوق هتنزل لتحت. طبعا الشير اللي احنا ناقشناه حتى الان ده بالنسبه لنقطه الاصل اللي هو 0 و0، فالجسم بينتقل من مكانه وهو بيتعمل له شير، لكن احنا برضو ممكن نعمل شير ريلاتيف تو فيكسد بوينت. فانا هنا هيبقى عندي نقطه اسمها اكس اف واي اف، دي نقطة ثابتة وهعمل الشير بالنسبة للنقطة الثابتة دي، فالنقطة ديت هتفضل في مكانها قبل التحويل وبعد التحويل، لكن بقية الجسم كله هو اللي هيتغير شكله. لما نيجي ننفذ ده كل المعادلة هتفضل زي ما هي، بس أنا هزود حاجة واحدة بس، إن هنا بدل المعادلة ما كانت بالشكل ده فأنا هخليها الإكس الجديدة هتبقى عبارة عن الإكس القديمة زائد إس إتش إكس، بدل ما هي واي هخليها بس واي ناقص واي إف. الواي الجديده هي نفسها الواي القديمه بالظبط، احنا اتفقنا ان قيم الواي ما بتتغيرش. طيب بالنسبه للجزء اللي هنا اللي هو الواي دايركشن شير برده بنفس الطريقه، لما اجي اعمل ريلاتيف تو فيكسد بوينت اكس اف واي اف، فالاكس الجديده هي نفسها الاكس القديمه ما حصلش اي حاجه، لكن الواي الجديده هي عباره عن الواي القديمه عادي خالص زائد اس اتش واي، بدل ما هي في اكس هخليها في اكس ناقص اكس اف فقط. المعادله دي ممكن نبسطها شويه، فنخلي الحاجات اللي مضروبه في اكس لوحدها والحاجات اللي مضروبه في واي لوحدها والمقدار الثابت لوحده، فالمعادله ديت هتبقى الاكس شرطه هتساوي الاكس هنا لوحدها اهي زائد الواي في الاس اتش اكس ناقص المقدار الثابت اللي هو كل ده اس اتش اكس في واي اف، وطبعا الواي زي ما هي اهي ما جتش جنبها. هنا نفس الكلام، الاكس الجديده هتبقى هي نفسها الاكس القديمه، والواي الجديده هتساوي هنجيب الحاجات اللي مضروبه في اكس الاول، فتبقى اس اتش واي في اكس زائد قيمه الواي بعد كده ناقص اس اتش واي في اكس اف. لما نيجي نحط الحاجات ديت في مصفوفه فهتبقى المصفوفه بالشكل ده، هعمل مصفوفه واقول له قيم الاكس هتبقى هنا واحد وهنا الاس اتش اكس ده واحد وهنا اس اتش اكس وهنا المقدار الثابت اللي هو ناقص اس اتش اكس في
الواي اف، وهنا الواي هتبقى بواحد، كل ده اصفار وده صفر صفر واحد. لما المصفوفه ديت هنعملها هيعمل شيرنج ريلاتيف تو فيكسد بوينت. طيب وهنا نفس الكلام، هنقوم قايلين له المصفوفه بتاعتنا الاكس الجديده هي نفسها الاكس القديمه، فيبقى هنا واحد وهنا اصفار. طيب بالنسبه للواي، الواي الجديده هتبقى اس اتش واي، وهنا واحد في واي، وهنا ناقص اس اتش واي في الاكس اف، وهنا صفر صفر واحد. نبدا نطبق المصفوفتين دولت على الاكسل عشان نشوف هيعمل اللي هو الشيرنج بالنسبه للريلاتيف بوينت ولا لا. دي المصفوفات بتاعتنا، انا طلعتها لفوق كده شويه وهفتح الاكسل كده. خلي بالك قبل ما نبدا نعمل الريلاتيف شيرنج، احنا لما كنا بنحط هنا ناقص 2 او 2، بص الجسم بينتقل من مكانه ويتعمل له شير. انا عايز دلوقتي الجسم يفضل في مكانه، النقطه دي مثلا تفضل ثابته وكل الجسم يتعمل له شير. فاحنا هنا ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا اول حاجه هنحط هنا الاس اتش اكس بكام والاس اتش واي بكام، وهنحط هنا الاكس اف وهنحط هنا الواي اف. نبدا الاول بالاس اتش اكس. فلو احنا جبنا المصفوفه قدامنا كده عشان تبقى شايفها، انا هكتب المعادله بتاعت المصفوفه دي فقط. فانا عايز اعمل الاكس دايركشن شير ريلاتيف تو فيكسد بوينت اللي هي النقطه 20 و10. فالنقطه هنا 20 و10 اللي هي اول نقطه دي، هعمل الشيرنج بالنسبه للنقطه دي، فالنقطه دي تفضل ثابته قبل وبعد. بالنسبه للاس اتش اكس هعمله بمقدار 2. طيب ايه اللي احنا هنعمله بقى هنا؟ هنكتب هنا 1، وبعد كده هنكتب هنا مقدار الاس اتش اكس اللي هو نفس القيمه دي، وهنا هنكتب بيساوي ناقص في ناقص 1 في الاس اتش اكس اللي هي دي في قيمه الواي اف. فالواي اف هنا اللي هي ب 10، وهنا الواي اف بواحد والباقي ده اصفار. بص كده للجسم هتلاقي ان هو الجسم اصلا كان كده، فالجسم النقطه دي فضلت زي ما هي، لكن الجسم انزلق كده لقدام وورا. قيم الواي زي ما انت شايف ثابته، لكن قيم الاكس هي كلها اللي انزلقت. طب خلي الانزلاق بالنسبه للنقطه 30 و10، نحط هنا 30 و10 مش هتفرق، بس هيبقى انزلاق اكتر شويه، لان هنا الانزلاق بالنسبه للاكس اف مش فارقه، هو اللي بيأثر هنا الواي اف. طيب نجيب مثلا قيم نقطه ثانيه اللي هي 30 و20 اللي هي النقطه اللي فوق دي، لما نعمل انزلاق من عندها يبقى النقطه دي تفضل ثابته. بص كده النقطه دي فضلت ثابته والانزلاق حصل بعدها. طيب نرجع للانزلاق اللي هو الواي دايركشن شير. فالواي دايركشن شير المعادله بتاعته بالشكل ده، فاحنا هنمسح المصفوفه دي كده وهنقول له هنا واحد وهنا دولت اصفار، وهنعمل هنا قيمه الاس اتش واي، فنقول له اللي هنا هيساوي القيمه اللي هنا اللي احنا لسه هنكتبها. بعد كده هنا واحد، وهنا هنقول له بيساوي قيمه الاس اتش واي في سالب واحد، يبقى سالب واحد في الاس اتش واي في الاكس اف. فهنا لو احنا قلنا له هات لنا الانزلاق مثلا الاس اتش واي بمقدار 2، وقمت قايل له بالنسبه نبدا الاول بالنسبه للنقطه اللي هي 20 و10 عشان نفهم الموضوع. فزي ما انت شايف كده النقطه دي كانت ثابته، النقطه 20 و10، فالنقطه دي فضلت ثابته، قيم الاكس كلها ثابته لكن قيم الواي هي اللي اتغيرت زي ما انت شايف، فقيم الواي كلها طلعت لفوق. طب خليت الانزلاق ده ناقص 2، بص كده هتلاقي الانزلاق بقى لتحت، لكن برده النقطه ثابته، النقطه اللي احنا بادئين عندها ثابته، وقيم الاكس كلها ثابته لكن قيم الواي هي اللي بتنزلق لتحت او لفوق. دلوقتي هنبدا الجزء العملي بتاعنا. فاحنا هنطبق بعض الترانسفورميشنز اللي احنا شفناها ديت على الاوبن جي ال. ففي البدايه خالص احنا هندور على اي جسم نرسمه، فاسهل حاجه ممكن نرسمها مكعب. فالمكعب الاحداثيات بتاعته سهله جدا عشان نبقى فاهمين اللي احنا هنعمله على الاوبن جي ال. احنا المكعب المفروض ان هو ست اوجه، فادى الوجه اللي قدام وادى الوجه اللي ورا، يعني لو وصلنا بينهم كده توصيل نقط كده علشان نبقى محددين شكل المكعب. احنا ببساطة خالص بالنسبة للاكس، احداثيات الاكس كلها لو انا رحت على اليمين يبقى الاكس بموجب، لو رحت على الشمال يبقى الاكس بسالب. فكل النقط دي اقدر احدد الاحداث الاكس بتاعها، ده احداث الاكس بتاعتها بواحد لانها على اليمين،
ده احداث الاكس بتاعتها بواحد على اليمين، ودي بواحد ودي بواحد. بالنسبه للناحيه الثانيه دولت على الشمال، فتبقى الاحداث الاكس بتاعهم بناقص واحد، وهنا ناقص واحد، وهنا ناقص واحد، وهنا ناقص واحد. يبقى انا كده حددت احداثيات الاكس لكل النقط. هنبدا بقى احداثيات الواي. الواي ببساطه خالص، لو انا فوق هتبقى الواي موجب، لو انا تحت هتبقى الواي سالب. فاحداث الواي هنا هيبقى كل ده موجب، ودول كلهم هيبقوا سالب. اخر احداثي اللي هو احداثيات الزد، اللي هو العمق او اللي هو البعد داخل الشاشه. فلو انا قريب قوي هعمل الاحداثيات موجب، يعني في الوش اللي في وشي على طول ده اعمل احداثيات موجب، والوش اللي ورا خالص ده اعمل احداثيات سالب، او العكس اللي يعجبك. فاحنا ممكن نعمل ده واحد وده واحد وده واحد وده واحد، والناحيه الثانيه دلوقتي هنعملهم بقى كلهم بالسالب، فيبقى ده سالب واحد وده سالب واحد وده سالب واحد وده سالب واحد. فانا يبقى انا كده خلصت الاحداثيات بتاعه المكعب. يلا نكتب البرنامج على الكود بلوكس علشان ننفذ كل اللي احنا قلنا عليه ده. هنبدا الاول خالص ان احنا نرسم المكعب، بعد كده نعمل عليه ترانسفورميشنز المختلفه اللي احنا عايزين نعملها، سواء انتقال او دوران او تكبير وتصغير زي ما احنا عايزين. ده هروح عند قائمه فايل واقول له نيو بروجكت، واقول له اوبن جي ال بروجكت، جو، نيكست. هيقول لي هتسميه ايه؟ هقول له هسميه مثلا ترانسفورميشنز اكزامبل، واقول له هتحفظه فين على الديسك توب على طول، واقول له نيكست وفينش. اول لما افتح الاول هربط بالمكتبه بتاعت الفري جلوت علشان اقدر اشتغل، فاقول له بروجكت، واقول له بيلد اوبشنز، واروح عند لينكر سيتنجز واقول له اد، واقول له هنا فري جلوت، واقول له اوكي. نمسح بقى كل اللي مكتوب ده ونبدا نكتب الكود بتاعنا. الاول هنعمل انكلود للويندوز دوت اتش، وبعد كده هنعمل انكلود للفري جلوت. هنبدا نكتب داله المين، المفروض بتشتغل اول ما البرنامج ما بيبدا على طول، وطبعا ممكن تحدد لها انها تستقبل معاملات، فتحدد له عدد المعاملات والمصفوفه اللي بتحط فيها المعاملات دي. فهنكتب له انت مين، نفتح قوسين، نقول له هنا انت ار دي سي اللي هو عدد المعاملات، والفاليو بتاعتهم كاركتر ار دي سي. في الاخر خالص طبعا الداله المفروض ريتيرن زيرو، علشان لو البرنامج اشتغل صح الاخر خالص ترجع زيرو. هنبتدي نكريت الويندو اللي احنا المفروض هنرسم جواها وهنحرك الكائنات جواها وهكذا. ففي البدايه خالص هنستخدم الداله بتاعه الجلات انيشاليزيشن. بعض الناس ومنهم انا الاوتو كومبليت للدوال بتاعه الجلات ما بتبقاش شغاله عندهم، فمش مشكله، هم خمس دوال هنكتبهم بايدينا. فبندي له الجلات انيشاليزيشن، بنقول له اند، وندي له الار جي سي بوينتر على عدد المعاملات، وندي له المعاملات نفسها. لو انت كنت هتشغل البرنامج بتاعك في اوضاع خاصه، يعني هتدي له معاملات والمعاملات دي هتاثر في طريقه تشغيل البرنامج. بعد كده هنستخدم الداله اللي هي جلات انيشاليزيشن ديسبلاي مود، جلات انيت ديسبلاي مود. ديت الداله ديت المفروض اللي انت بتحدد بيها المود اللي انت هتستخدمه في البرنامج بتاعك. فاحنا دايما بنستخدم اللي هو الجلات دبل، اللي هو الدبل بافر يعني، علشان تستخدم اتنين بافر في الشغل بتاعك. بعد كده هنحدد السايز بتاع الويندو، فهنستخدم جلات init window size، جلات initialization window size. ديت المفروض ان انت بتحدد له النافذه بتاعتك في البدايه خالص بيبقى حجمها كام في كام. فاحنا معظم الناس بتستخدم 640 في 480، وبعد كده انت لو انت عايز تكبر النافذه او تصغرها، فاحنا بنعمل داله مخصوص للموضوع ده بحيث ان الكائنات حجمها يتناسب مع حجم الشاشه دائما. وهنحدد الانيشال بوزيشن بتاعها، يعني النافذه هتبدا منين؟ هتبدا من هنا من اول الصفر والصفر، ولا هتبدا عند 100 و100 مثلا، ولا هتبدا عند فين بالظبط؟ فهنقول له هنا الجلات انيشاليزيشن ويندو بوزيشن، وهنقول له هتبداها مثلا عند النقطه 100 و100. هنستخدم بقى الداله اللي هي جلات كرييت ويندو،
ودي الداله اللي بتنشئ النافذه بالفعل، وهتدي لها التايتل اللي هو اللي هيظهر فيه النافذه من فوق زي ده كده بالظبط. فهتقول له مثلا ترانسفورميشن اكزامبل، بعد كده هتقول له الداله اللي هترسم، فهتقول له جلاك ديسبلاي فانك. الداله اللي المفروض اللي انا هستخدمها علشان ارسم الكائنات اللي جوه الويندو هجيبها كلها من داله هسميها ديسبلاي، والداله ديت انا لسه هعرفها فهي ممكن تدي ايرور دلوقتي لان هي لسه انا ما عرفتش اي ده ولا من دي، بس دي الداله اللي انا هحط فيها كل الحاجات اللي هتترسم جوه الويندو. وهقول له هنا الداله اللي انا هستخدمها لو المستخدم جه يصغر الويندو او يكبرها، يعني النافذه هتبقى مفتوحه قدام المستخدم، فلو جه يكبرها او يصغرها المفروض الكائنات اللي جوه الويندو كلها تتاثر. فانا هستخدم الجلات ريشيب فونت دي علشان احدد له الداله، يعني بعمل ريجستر لداله انده عليها اول لما المستخدم يجي يعمل الايفنت ده ان هو يصغر النافذه او يكبرها. فالداله دي برده مثلا ممكن نسميها ريشيب، ولسه هنعرف الداله دي برده، يعني الدالتين دولت لسه هنعرفهم. بعد كده هحدد اللون بتاع الخلفيه اللي انا هرسم بيه، فانت هتلاقي كل الدول اللي بادئه بالجي ال هتلاقي الاوتو كومبليت بقى شغال فيها. فما اقول له هنا جي ال كلير كولر، ده كده هحدد اللون بتاع الخلفيه او اللون اللي انا همسح بيه الشاشه في البدايه خالص. فلو انا حبيت اختار اللون الاسود مثلا يبقى الخلفيه كلها سودا، فانا اقول له ما تحطش احمر وما تحطش اخضر وما تحطش ازرق، يبقى كله اصفر اهوت. بعد كده اقوم قايل له وبالنسبه للالفه ديت هتبقى مثلا احطها بواحد عشان يبقى اسود غامق ما يبقاش شفاف. بعد كده هعمل الجي ال كلير ديبس ده علشان اخلي الخلفيه جي ال كلير ديبس لما نحطها كده بواحد، يبقى انا كده هقول له هتخلي الخلفيه ابعد حاجه، فالخلفيه هتبقى ورا كل الكائنات اللي هتترسم. وطبعا علشان افعل المود بتاع الدبس اصلا ان انا اقدر اشتغل في العمق ان الكائن يبقى في حاجات قريبه من الشاشه وحاجات بعيده عن الشاشه، فانا لازم اعمل استخدم جي ال انيبل علشان افعل الستيت بتاعت الدبس. فهقول له هنا جي ال دبس تيست. واخر امر هنا في المين ان انا هقول له جلوت مين لوب علشان يبقى انا البرنامج يفضل شغال للابد، يبقى الجلات جاهز وشغال وبيعالج اي ايفنت تحصل طول ما البرنامج مفتوح. هنطلع بقى فوق هنا علشان نبدا نكتب الدالتين اللي احنا قلنا هنعملهم، اللي هم الداله بتاعه الديسبلاي والداله بتاعه الريشيب. نبدا الاول بالداله بتاعه الريشيب علشانها سهله وتخلص بسرعه. فهقول له void واقول له ريشيب، دي الداله اللي انا هستخدمها لو المستخدم جه يصغر الويندو او يكبرها، يعني يغير في السايز عموما. فالداله ديت بتاخد حاجتين متغيرين انت اللي هم العرض بتاع النافذه والطول بتاعها. فهقول له هنا جي ال سايز انت، وهقول له دي بتاخد متغير اللي هو الويدز وبتاخد متغير تاني جي ال سايز انت، هقول له الهايت. يعني هتاخد متغيرين، واحد للعرض وواحد للطول. هقول له في البدايه خالص احنا بنجيب الاسبكت ريشيو اللي هي نسبه العرض للطول، فاحنا بنقسم العرض على الطول. فلو الطول ده المستخدم صغر النافذه خالص خلاها صفر فمش هينفع تقسم على الصفر، فالبرنامج هيدي اكسبشن. فدايما بندي امر كده في البدايه ان انا بقول له اذا كان الهايت ده بيساوي الصفر، فاقول له اف الهايت بيساوي زيرو، يبقى انت خلي حطه بواحد مثلا عشان مش هينفع في الحاله دي تقسم على الايه؟ على الصفر، فاقول له هتحط لي الهايت بتساوي واحد. بعد كده بقى ابدا اكمل الشغل بتاع الريشيب بتاعتي. دلوقتي بعد ما خلينا الهايت بيساوي واحد لو هو حاطه بصفر، فانا اقدر اقسم وانا مطمن، ابقى عارف ان انا كده عمري ما هقسم على الصفر ابدا. فانا هعرف بقى المتغير اللي هو الاسبكت، فهقول له جي ال فلوت الاول عشان اعرف متغير اسمه اسبكت، ده اللي هو اللي هيتحط فيه نسبه العرض للطول. فالاول اخد العرض ده احوله من الحجم اللي هو الانت للفلوت، فاقول له جي ال فلوت، هعمل كاستنج يعني، واقوم قايل له هات لي الويدز ده، يبقى انا كده حولته ل 10، واقسمه على برده احول الهايت برده بنفس الطريقه، اقول له جي ال فلوت واحطها برده بين قوسين عشان اعمل كاستنج، واحوله لرقم 10 واقول له هنا الهايت. فانا كده هاخد الويدز والهايت احولهم لارقام عشريه واقسمهم على بعض واجيب الاسبكت ريشيو بتاعتي.
بعد كده هنحدد له ال GL View Port علشان نحدد له السايز بتاع الويندو بتاعنا بالكامل، فنقول له من النقطة 0 و0 وهنا الويدز والهايت، وعلشان يقدر يحول كمان من الإحداثيات اللي هي المعمولة نورماليزيشن لإحداثيات الويندو بتاعتك. فندي له هنا من أول نقطة 0 و0 والويدز والهايت بتاعنا. هنيجي بقى نستخدم الماتريكس مود، فهنقول له جي ال ماتريكس مود وهنقول له الجي ال بروجكشن. وطبعا احنا عارفين الفرق ما بين الجي ال بروجكشن والجي ال موديل فيو، لان الجي ال موديل فيو هو الاحداثيات اللي انت بترسم بيها، انت بقى بترسم المصفوفه بتاعتك عند النقطه 3 و4 و5 وبتعمل بقى الترانسليشن والروتيشن والسكيلنج والكلام ده كله، كل ده بتعمله في الموديل فيو. لكن لما يجي بقى انت بتشوفه بالكاميرا ازاي، يعني لما تيجي تلقط صوره بالكاميرا، الكاميرا ديت بتحدد الاسقاط هيتم ازاي على السطح اللي هتطلع الصوره عليه في الاخر، فيحدد اقرب نقطه وابعد نقطه وكيفيه الاسقاط والحاجات دي كلها، كل ده اللي بيعمله الجي ال بروجكشن. فالجي ال بروجكشن هو اللي هيبقى مسؤول ان هو يخرج المشهد الاخير، وهنقول له هنا الجي ال لود ايدنتيتي علشان ما يبقاش اي حاجه في المصفوفه، يعني نرجعها لمصفوفه الوحده، يعني كاننا بنعمل ريسيت علشان ما يبقاش في اي حاجه في المصفوفه فالمشهد يطلع غلط. اخر داله بقى اللي هي جي ال يو برسبكتيف، والداله دي بتاخد اربع حاجات. اول حاجه الفيلد اوف فيو انجل اللي هو الزاويه بتاعه الرؤيه، انت عينك طالعه كده مثلا، فاحنا دايما بنعملها زاويه 45 درجه، طبعا ممكن انك انت تبقى تغير فيها علشان تشوف التاثير بتاعها بيحصل ايه. وبتاخد الاسبكت ريشيو اللي احنا حاسبينه فوق، احنا حسبنا فوق الاسبكت ريشيو ديت اللي هي نسبه العرض للطول، وبتحدد له أقرب نقطة لك، فأقرب نقطة أقرب سطح يقدر يعمل إسقاط عليه، يعني أقرب نقطة هتشوفها اللي هي 1/10 مثلا، وأبعد نقطة هتشوفها أبعد نقطة خالص بعيد خالص عن الشاشة إنك أنت هتشوفها صغيرة خالص، هتبقى مثلا على بعد 100 كفلوت بوينت. كده إحنا خلصنا الدالة بتاعت الريشيب، نبدأ بقى في آخر دالة اللي هي الديسبلاي. هكتب داله هنا هقول له void display وقوسين، بفتح قوسين مجموعه وهبدا اكتب جواهم. فدايما اخر سطر خالص في داله الديسبلاي انك انت بتكتب glut swap buffers، علشان انت ما تنساش ان احنا قايلين ان انت بتستخدم دبل بافر، فيبدا يبدل البافر الاولاني مع التاني على طول عشان يبقى الشغل بتاع الجرافيكس بتاعك سريع جدا. فنقول له هنا glut swap buffers. اعتقد انا كده مثلا على الاقل ممكن اشوف الويندو اللي انا انشاتها دلوقتي، لان انا خلاص عملت الداله بتاعه الديسبلاي والريشيب، فهو ما عادش هيطلع ايرورز، فممكن نجرب كده نشوف هينفذ ولا لا. كنترول واف 9 وكنترول واف 10. كده بالفعل الويندو بتاعتي اتكرييتد واسمها ترانسفورميشنز اكزامبل، والخلفيه بتاعتها لونها اسود، وانا اقدر دلوقتي ان انا ابدا ارسم جواها. فداله الديسبلاي اللي هي اللي قدامك دي هي اللي انا هستخدمها علشان ارسم جوه الويندو اللي انا انشاتها دي. بدايه خالص هنبدا نمسح البافرز اللي عندنا، فهقول له جي ال كلير علشان امسح البافرز اللي عندي. انا هنا مستخدم اتنين بافر اصلا، فانا هقول له هنا امسح لي الجي ال كلر بافر بت، والبافر الثاني اللي هو اللي فيه العمق اللي هو الجي ال ديبس بافر بت. فهو كده انا مسحت البافرز اللي عندي، علشان ديت المفروض البافر اللي هو الوحده الذاكره اللي هيتحط فيها البيانات كلها، بيانات الالوان والنقاط والعمق بتاع كل نقطه ايه والكلام ده كله، يعني قربه او بعده من الشاشه وهكذا. بعد كده هروح ليه هقول له جي ال ماتريكس مود، فالجي ال ماتريكس مود هنا هقوم قايل له بقى استخدم الجي ال موديل فيو. وقلنا من شويه احنا ليه هنستخدم الموديل فيو، لان انا هنا انا بحدد له مواصفات المشهد كله، يعني بحدد له النقاط بتاعه المشهد والاحداثيات بتاعتها بالنسبه لاحداثيات العالم اللي انا عايش فيه والكلام ده كله. بعد كده بعد ما اخلص خالص الجي ال بروجكشن دوت بقى ياخد المشهد ده ويعمل له اسقاط، فيحدد الشكل ده هيظهر ازاي لما تلقطه بالكاميرا. هستخدم هنا الداله اللي هي جي ال لود ايدنتيتي زي ما اتفقنا عشان اعمل ريسيت، علشان لو في اي قيم متخزنه مسبقا ما تاثرش على اي تحويل انا بعمله. وهستخدم الجي ال ترانسليت اف. الترانسليشن اللي انت اتعلمته من شويه هنبدا ان احنا نطبقه بقى دلوقتي، ان انا هجيب المكعب في وسط الشاشه بالظبط، فصفر في اتجاه الاكس وصفر في اتجاه الواي
وبالنسبه بقى للزد فانا هوديه لناقص 5، يعني كاني بدخله جوه الشاشه. فلما كل ما بتبقى موجه بتبقى قريبه من الشاشه، يعني انا لما اوديه بالسالب يبقى ببعده عن يعني بدخله جوه الشاشه، ببعده عن العين، علشان في الاخر خالص لما تشوف المكعب تقدر تشوفه. لو انت شفته بالحجم الكبير بتاعه فانت مش هتقدر تشوف اي حاجه من المحتوى بتاعه، لكن لما يدخل جوه الشاشه شويه كده تقدر انك انت تشوف الايه المحتوى بتاعه. وبرده هنلعب في دي كمان شويه دلوقتي عشان تشوف التاثير بتاعها. بعد كده بقى هنبدا نرسم المكعب، فهقول له جي ال بيجن، وطبعا بعد ما تخلص البيجن هيبقى في جي ال اند. جي ال اند، وهنكتب هنا طبعا احنا عارفين ان المكعب ده عبارة عن 6 اوجه، كل وجه عبارة عن مربع، فاحنا هنستخدم الجي ال كواد. يعني كل ما اديلك 4 نقط اعملهم جي ال كوادز، كل ما اديلك 4 نقط اعملهم مربع على طول. نبدأ بقى نشوف هنرسم المكعب ده ازاي. رسم المكعب ببساطة جدا هو ان انا اديله الست اوجه بتوع المكعب. فانا عندي اول حاجة هديهاله الوجه اللي فوق خالص ده، اللي هو الوش اللي فوق خالص ده، عشان تديهوله تبدأ بالنقطة دي، تديله النقطة دي، وتديله النقطة دي، وتديله النقطة دي، وتديله النقطة دي بالترتيب كده، يعني تمشي في اتجاه واحد. فهو ياخد النقط دي كده على طول، هيقوم محولهم لمربع ويرسم لك المربع. فاحنا لما نيجي نعمل ده هنبدأ بالنقطة واحد وواحد وناقص واحد. فانا هقول له هنا جي ال كولر 3F. الاول هديله لون، فانا هقول له مثلا نرسم الوش اللي فوق ده، مثلا احنا هنرسم كل وش بلون، فهنرسم الوش اللي فوق ده مثلا باللون الاخضر، فنقول له مفيش احمر وهدي لك الاخضر كامل ومفيش ازرق. نحط بقى النقط، فهقول له جي ال فيرتكس 3F. خلي بالك هنا الثلاثة دي معناها ان هي بتاخد ثلاث معاملات، والاف ديت يعني كلها فلوت بوينت، فكل امر من الجي ال يبدا بجي ال كده، وبعدين كل كلمه تبدا بحرف كابيتال، وبعدين 3 اف دي معناها ان هو بيستقبل ثلاث معاملات وكلهم فلوت بوينت. فاحنا اول نقطه عندنا اتفقنا عليها اللي هي واحد واحد وناقص واحد، فاحنا نقول له هنا واحد وواحد وناقص واحد، وطبعا نحولهم بقى كلهم فلوت بوينت، مش لازم يعني بس يفضل. يبقى دي أول نقطة. بعد كده أديله النقطة الثانية، النقطة الثانية اللي هي ناقص واحد واحد ناقص واحد، فأقول له هات الأمر ده بقى كده، ناقص واحد واحد ناقص واحد. بعد كده أكرر نفس الأمر تاني، وهتبقى النقطة اللي قدام دي ناقص واحد واحد واحد، فهتبقى ناقص واحد واحد واحد. وبعد كده النقطة الرابعة هتبقى اللي هي واحد واحد واحد، فتبقى واحد 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 كده. انا رسمت الوش اللي فوق، فانا ممكن احط كده كومنت هنا كده اكتب ده التوب فيس، الوجه اللي فوق. نبدأ بقى نرسم الوش اللي تحت، فالوش اللي تحت اللي هو ده، لما نيجي نرسم الوش ده فانا هديله النقطه دي الاول، وبعدين اديله النقطه دي، وبعدين اديله النقطه دي، وبعدين اديله النقطه دي، فيقوم يرسم لي الوش اللي تحت. فاحنا هناخد نفس الكود اللي فوق ده كده بالظبط نكرره، بس هسميه بوتوم فيس، وهبدا اقول له مثلا ارسمه لي مثلا باللون، نخليه مثلا نحط هنا واحد ونحط هنا مثلا واحد، فيبقى كده باللون الاصفر. واقول له ارسم لي النقط دي بقى، فالنقطه الاولى واحد ناقص واحد واحد، فيبقى هنا واحد ناقص واحد واحد، وبعد كده ناقص واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد ناقص واحد واحد، وبعد كده هيبقى ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، وبعد كده اخر نقطة اللي هي واحد ناقص واحد ناقص واحد. بعد كده هنرسم الوش اللي قدام، فهناخد الكود ده نكرره، فهقول له ارسم لي الفرونت فيس، وهقول له مثلا تلونه لي بقى ده مثلا باللون الاحمر،
فنقول له يبقى الاحمر بس هو اللي موجود والاخضر ما فيش والازرق ما فيش. هنروح هنا، انا دلوقتي انا عايز ارسم اديله النقطه دي، انا عايز ارسم الوجه اللي بالازرق ده، فعشان ارسمه هديله النقطه دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي. فاول نقطه ثلاث وحايد، فهنروح هنا هنقول له واحد واحد واحد، بعد كده النقطه الثانيه ناقص واحد واحد واحد، فهتبقى ناقص واحد واحد واحد، بعد كده ناقص واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد ناقص واحد واحد، واخر نقطه خالص واحد ناقص واحد واحد، فهتبقى واحد ناقص واحد واحد. نبدا نرسم الباك فيس، فهناخد الكود ده برده نكرره كده وهسميه الباك فيس، ونلونه مثلا باللون البرتقالي مثلا، فنحط هنا واحد ونحط هنا نص مثلا. الوش اللي ورا ده اللي هو اللي انا مظلله بالاصفر ده، لما نيجي نرسمه هناخد النقطه دي وبعدين هناخد النقطه دي وبعدين هناخد النقطه دي وبعدين هناخد النقطه دي. فاول نقطه واحد ناقص واحد ناقص واحد، فاحنا هنروح هنا هنقول له واحد ناقص واحد ناقص واحد. طبعا كل الزد هيبقى ناقص واحد على طول عشان ما نقعدش نتعب نفسنا، لان هي ورا. بعد كده النقطه الثانيه ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، فتبقى ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. النقطه الثالثه هتبقى ناقص واحد واحد ناقص واحد، فتبقى ناقص واحد واحد ناقص واحد. والنقطه الرابعه واحد واحد ناقص واحد 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 ناقص واحد. نرسم بقى الوجه الشمال، فناخد الكود ده نكرره وهنسميه ليفت فيس، ونلونه مثلا باللون الازرق، فنخلي ده صفر صفر ونخلي ده واحد. عشان نرسم الوش الشمال اللي هو ده، فاحنا المفروض ان انا هبدا باي نقطه، ولتكن مثلا نبدا بدي وبعدين اديله دي وبعدين اديله دي وبعدين اديله دي. فلو انا اول نقطه عندي هنا ناقص واحد وواحد وواحد، فانا هكتب هنا ناقص واحد وواحد وواحد، بعد كده ناقص واحد وواحد وناقص واحد ناقص واحد وواحد وناقص واحد، وبعدين ناقص واحد وناقص واحد وناقص واحد، وبعد كده ناقص واحد وناقص واحد وواحد. كده ما عادش الا الوجه الايمن فقط، فناخد الكود ده كده اكرره. خلي بالك ده كان لون ازرق بس، احنا كنا عايزين ده ازرق بس، فمش هنحط اخضر، احنا نسينا نشيل دي، نشيلها برضو هنا. واللون ده مثلا نخلي الوجه ده نحطه مثلا احمر على ازرق، بحيث ان هو يبقى لون مختلف خلاص. الوجه الايمن لما نيجي نرسمه هو الوجه ده، فاحنا لما نيجي نرسم الوجه ده هنبدا بالنقطه دي مثلا، وبعدين نروح للنقطه دي، وبعدين نجيب النقطه دي، وبعدين نرسم النقطه دي. فاحنا هنبدا مثلا بالنقطه واحد واحد ناقص واحد 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 ناقص واحد، نروح من عند واحد واحد واحد، بعد كده نروح هنا عند واحد ناقص واحد واحد، واخر نقطه هنا اللي هي واحد ناقص واحد ناقص واحد. كده يبقى خلصنا الست اوجه بتوع المكعب. ممكن بقى نشيل السطور الفاضيه ديت علشان ما نتلخبطناش، ونشوف الكود على بعضه. كده احنا خلصنا، ممكن ننفذ الكود، فبنعمل كنترول واقف 9 وبعدين كنترول واقف 10. فطبعا هو ده مكعب، بس انت مش شايف منه غير وش واحد فقط عشان انت بتصوره بكاميرا اصلا. فاحنا عشان نشوفه مكعب كامل بقى محتاجين ان احنا نفضل ندوره قدامنا على الشاشه علشان نشوف كل الاوجه بتاعته. تعالى بقى ما نشوف هنعمل ده ازاي.
في البداية خالص احنا هنيجي هنا فوق خالص هنعرف زاوية، فهقول له متغير جي ال فلوت هسميه انجل، ده الزاوية اللي انا هلف المكعب حواليها. هحط الزاوية في البداية خالص بصفر، وهفضل ازودها كل مرة حاجة بسيطة وفقا لتايمر هيشتغل، وهنزل اعرف تايمر جوه المين بتاعتي. في البداية خالص انا هسجله هنا دالة جديدة اسمها تايمر، فانا هقول له هنا الجلوت تايمر فانك. الدالة دي ده كده اللي هو عشان اعالج الدالة اللي اسمها تايمر، فانا هقول له هتندهلي على الدالة اللي اسمها تايمر ديت بعد 0 ملي سكند على طول. الدالة دي انا لسه هعرفها، فبعد 0 ملي سكند على طول هتبدا تندهلي على الدالة اللي اسمها التايمر. والجلات هو اللي هيعمل الموضوع ده كله اوتوماتيك، زي ما عمل الموضوع بتاع الريشيب وزي ما عمل الموضوع بتاع الديسبلاي. دي الداله اللي بترسم، ودي الداله اللي انت بتصغر او تكبر الحجم بينده عليه على طول، وده التايمر اللي هو اللي هينده عليه بعد 0 ملي سكند على طول من تشغيل البرنامج. ولما ينده عليها هيمرر لها القيمه 0. واحنا لسه هنعرف التايمر ده حالا، فاحنا نطلع فوق كده ونقول له هعرف التايمر ده، فاقول له void واقول له تايمر واقول له افتح قوس واقول له انت الفاليو، وبعدين افتح قوسين وابدا اكتب جواهم بقى اللي هيحصل في داله التايمر بتاعتي. هقوم مخليها ترجع تنده على نفسها كل 15 ملي ثانيه، فهقول له هنا الجلات تايمر فن، واقوم قايل له افتح قوسين واقول له كل 15 ملي ثانيه ترجع تنده على التايمر تاني ويتمرر له بقيمه 0. هنا جوه التايمر بقى محتاج بقى ان انا اقول له ارجع بقى ارسم لي نفس المشهد من الاول خالص، فاقول له هنا الداله اللي اسمها الجلات بوست ري ديسبلاي، الداله دي لما انده عليها يقوم يعيد رسم يروح ينده على الديسبلاي تاني عشان ينفذ الايه الاوامر اللي فيها كلها. طيب انا هنا لسه ما عملتش اي حاجه، فاللي انا محتاجه ان انا بقى ازود الداله الانجل ديت كل مثلا لما الديسبلاي تنده عليها، فتقوم رايح في الاخر خالص وتقوم هنا مزود لي الانجل ديت، تزودها لي مثلا نص. هروح بقى في البدايه خالص في اول الديسبلاي هنا، وزي ما انا عملت هنا الجي ال ترانسليت فجبت المكعب في وسط الشاشه بالظبط، هقوم مطبق تحويل اللي هو الجي ال روتيت اف. هنا هدي له بقى الزاويه اللي بيلف حواليها اللي انا معرفها فوق اللي هي اسمها انجل دي، وهقول له هتلف حوالين ايه، فانت عايز تلف حوالين محور اكس ولا واي ولا زد ولا ايه بالظبط، فانا هقول له هتلف حوالين الاكس بس، فانا هقول له واحد هنا واحد هنا يعني تلف حوالين الاكس، 0 يعني مفيش واي، و0 يعني مفيش زد. تعال نجرب بقى نشغل البرنامج على الوضع ده ونشوف ايه اللي هيحصل. كنترول اف 9 وكنترول اف 10. زي ما انت شايف كده، ده كده مكعب والمكعب بيلف حوالين محور اكس فقط. طيب تعال نخليه يلف حوالين محور واي، فلو انا قمت شايل قيم الاكس ديت خليتها بزيرو وقمت حاطط قيم الواي ديت مخليها بواحد، فكده المكعب هيلف حوالين الواي. كنترول اف 9 كنترول اف 10. زي ما احنا شايفين المكعب بقى بيلف حوالين الواي. ممكن بقى نخليه يلف التفاف حر حوالين الاكس والواي والزد مع بعض، فاقول له هتحط لي هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، فيبقى هنا لما ننفذ البرنامج بقى بالشكل ده زي ما انت شايف المكعب كده بقى بيلف التفاف حر زي اللي احنا شايفينه بالشكل ده. وطبعا انت كده بتشوف كل الاوجه بتاعه المكعب وهو بيلف حوالين الخط المستقيم اللي هو الاكس بواحد والواي بواحد والزد بواحد، الفيكتور واحد واحد واحد. طب احنا كده شفنا الدوران. لو انا دلوقتي غيرت في الناقص 5 اللي انا كنت بكلمك عليها من شويه في الترانسليت، لو انا خليتها مثلا بدل ناقص 5 خليتها ناقص 15، شوف كده ايه اللي هيحصل. المكعب كده هيصغر، هيبعد كانه هيدخل جوه الشاشه. فلما ادوس كنترول اف 9 وكنترول اف 10 شايف المكعب كده صغر، وكل ما تنقص كل ما يصغر اكتر، وكل ما تزود كل ما يبقى اكبر. يعني لو انا قلت له خليه ناقص 1 فكده هيبقى كبير جدا،
كنترول اف 9. طبعا انت مش شايف لان هو قريب جدا من الشاشه فانت مش شايف المكعب على بعضه، لكن لو احنا صغرناه شويه خليناه ناقص 3 مثلا يمكن نشوف شويه ويبقى برده بحجم كبير. لسه كبير برده، خليها ناقص 4. فهو هنا كده ده مكعب كبير. الحاجة الأهم بقى إنك أنت لو كبرت الشاشة دي خالص فهو بيكبر معاها، لو صغرتها خالص فهو بيصغر معاها. فأنت لو صغرت كده الشاشة فالمكعب بيصغر معاك، المكعب على حجم الشاشة. طيب إحنا هنخلينا ناقص 6 علشان نعرف نشوفه، عشان هنعمل تحويلات تانية، أو خلينا ناقص 7. كنترول اف 9 كده المكعب بيلف قدامنا. طيب لو انا عملت له ترانسليشن ان انا نقلته شويه في اتجاه الاكس، يعني وديته مثلا لليمين شويه او للشمال شويه، فاحنا هنيجي هنا بالنسبه لقيم الاكس دي جي ال ترانسليت ده بالنسبه للاكس. لو انا قلت له وديه مثلا 1 في اتجاه الاكس، بص كده ايه اللي هيحصل. المكعب راح على اليمين. طب اخليه ناقص 1 وتشوف. المكعب جه على الشمال. طيب ممكن برضو نطلعه لفوق ولتحت بان احنا نغير في قيم الواي، فاحنا ممكن هنا اقول له 1 ناقص 1 و1، او خليها 0 عشان الاول تشوف التاثير بتاع الواي، وممكن نصغر المكعب كمان شويه عشان تعرف تشوف، ناقص 8. المكعب طلع لفوق. طيب لو خليتها ناقص 1 المكعب نزل لتحت. بالطريقه دي تقدر تعمل كل التاثيرات وكل الترانسفورميشنز اللي انت عايزها مباشره في الجي ال موديل فيو، وبعد كده الجي ال بروجكشن هو بيظبط المشهد الاخراج النهائي زي ما هيظهر على الشاشه بالنسبه لك، مفيش اي مشكله، يعني انت ما بتشغلش بالك بيه، هو بيصوره بالكاميرا هو ويطلعه لك على الشاشه، لكن انت كل شغلك في الموديل فيو علشان تحدد الاحداثيات وتحدد التحويلات اللي انت عايز تعملها وترسم المشهد بحريه مطلقه، وبعد كده الاوبن جي ال هو اللي يعالج لك المشهد كله والاخراج النهائي بتاعه. اخر جزء في المحاضره دي احنا هنستفيد من نفس البرنامج اللي احنا عملناه والمكعب والحركه والكلام ده كله، بس احنا هنرسم هرم بدل المكعب ونأثر عليه بنفس التاثيرات. فعلشان نرسم هرم احنا في البدايه خالص هنعمل حاجه بالشكل ده مثلا. ونحط نقطه فوق كده مثلا، وهنوصل بقى المثلثات بتاعتنا، يعني احنا عندنا الهرم بيبقى 4 مثلثات. فهنقول أداة نخليه مثلا لون أحمر، أداة كده ده كده المثلث الأمامي، وده كده المثلث اللي هو الناحية دي، وفي هنا مثلثين تانيين اللي هما هنعملهم باللون الأخضر مثلا اللي هو ده وده. فكده ده مثلا منظر هرم. في البداية خالص النقطة اللي فوق دي خالص دي بتبقى نقطة في النص، فبتبقى أحداث الإكس بتاعها بصفر، وهي طبعا الواي بتاعتها بواحد لأنها فوق، وبالنسبة للزد بتاعتها هنخليها في النص، لا هي قدام ولا هي ورا. الوش اللي قدام ده طبعا لو أنت مشيت الناحية دي، لو أنت مشيت الناحية دي يبقى الإكس موجب، لو مشيت الناحية دي يبقى الإكس سالب. فإحنا هيبقى بالنسبة للإكس هتبقى هنا 1، هيبقى هنا ناقص 1. بالنسبه للواي، الواي بتاعت كل النقط اللي في القاعده ديت كلهم الواي بتاعتها بناقص 1، لانها تحت الهرم نقطه فوق وبقيه الهرم تحت، فالنقط اللي تحت دي كلها الواي بتاعتها بسالب 1، فيبقى هنا سالب 1 وهنا سالب 1، ويبقى هنا برده 1 وناقص 1، وهنا النقطه ديت هتبقى ناقص 1 وناقص 1. بالنسبه لقيم الزد اللي قدام دول، الاثنين اللي قدام دول هيبقى الزد بتاعتهم بواحد، الاثنين اللي ورا دول هيبقى الزد بتاعتهم بناقص 1. تعالى اما نستخدم النقاط ديت في ان احنا نرسم 4 مثلثات ونشوفهم هيعملوا هرم ولا لا. نرجع للكود بس هيبقى ابسط بكتير. خلي بالك المكعب كان 6 وجوه، دولت 4 مثلثات فقط،
فاحنا لما نرجع للكود كده هنروح عند الديسبلاي، الاول بدل جي ال كوادز هنخليها جي ال تريانجلز علشان احنا هنرسم مثلثات، فانا كل ما اديله 3 نقط هيعملهم ايه؟ كل ما اديلهم 3 نقط هيعملهم مثلث. هنشيل بقى الكومنتس دي، هنشيل اخر نقطه في كل واحد من دول، ادي اهي دي ودي، وهنشيل دي، نشيل منهم نقطه وكده، عايزين معها واحده كمان وخلاص، فهنشيل دي كده وهنشيل اخر نقطه. بعد كده احنا هنشيل بقى كل الايه، كل الباقي ده، وهنحدد بس النقط. فاحنا في البدايه خالص اول وجه اللي هو الوجه اللي بالاصفر ده، لما تيجي ترسمه هترسمه بالثلاث نقط ديت، صفر وواحد وصفر، ناقص واحد وناقص واحد وواحد، واحد وناقص واحد وواحد. فنبدا اول نقطه صفر وواحد وصفر، صفر وواحد وصفر، وطبعا النقطة دي هتبقى في كله، يعني النقطة دي لأن هو المثلث بادئ من النقطة اللي فوق دايما في كله، فاحنا هناخد النقطة دي كده هنحطها مكان النقطة الأولى في كل دول، وهنحطها مكان دي، فيبقى احنا كده خلصنا النقطة الأولى في الأربع مثلثات. بعد كده نشوف بقى النقطتين التانيين، فاحنا عندنا هنا النقطة التانية هتبقى هنا ناقص واحد وناقص واحد وواحد، فناقص واحد وناقص واحد وواحد، والنقطة التالتة اللي هي واحد وناقص واحد وواحد، واحد وناقص واحد وواحد. طيب المثلث التاني نمسح بقى دول كده ونشوف المثلث التاني اللي هو ده، فده بيترسم بالنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. النقطة الأولى مرسومة بالفعل، هنرسم واحد وناقص واحد وناقص واحد، والنقطة التالتة هتبقى واحد وناقص واحد وواحد. بعد كده هنرسم المثلث اللي هو ده، اللي هو اللي هيترسم، ممكن نمسح الاصفر ده عشان تشوف افضل. احنا رسمنا اللي قدام ده ورسمنا اللي بالاحمر التاني ده، فاحنا عايزين نرسم ده، فالمثلث ده عشان يترسم هيترسم بالنقطة دي ودي ودي، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. فالنقطة اللي فوق اوريدي مرسومة، يبقى عندنا ناقص واحد وناقص واحد وناقص واحد، والنقطة التانية اللي هي ناقص واحد وناقص واحد وواحد. اخر مثلث اللي هو اللي ورا خالص ده، وده هيترسم بالثلاثة دول، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. فاحنا هنرسم النقطة اللي فوق مرسومة، يبقى ناقص واحد وناقص واحد وناقص واحد مكتوبة، ويبقى اخر واحدة اللي هي واحد وناقص واحد وناقص واحد. كده احنا خلصنا، ممكن ننفذ بقى على طول كنترول اف 9 وكنترول واف 10. زي ما انت شايف ده هرم، الهرم بيلف قدامك في الفراغ التفاف حر، وتقدر تشوفه من كل الاتجاهات. طبعا لو حطيت لون قبل كل نقطة فبيحصل تدرج اوتوماتيك، يعني دي حاجة جميلة جدا برضو من الاوبن جي اللي بيعملها، ان انا بدل ما احط لون واحد لكل مثلث ممكن احط لون لكل نقطة. فانا مثلا ممكن نحط مثلا هنا ده اللون الاحمر، وهاخد بقى ده تاني كده احط لون اصفر فيبقى واحد وواحد، وبعدين احط هنا لون اخضر فيبقى هنا صفر وايه وواحد، وهنكرر ده. فهناخد اول سطر ده هنحطه هنا، وهحط بعد النقطة الاولى هحط لون اصفر، ماشي ممكن نعملها اسرع بايدينا على طول، فيبقى هنا اصفر، ونحط هنا الاخضر او نحط هنا الازرق المره دي عشان نغير برضو، وهنا الوجه الاخير هنحط له اللون الاحمر، وبعدين هنحط له هنا لون
مثلا احمر على ازرق المره دي، وبعدين نحط له هنا اخضر على ازرق، سوري هنحط له هنا اخضر على ازرق. ونحط احمر مثلا ب 75%، يعني انت تغير فيهم زي ما انت عايز. دلوقتي لما تنفذ بص على الشكل هيبقى طالع ازاي، هيبقى الشكل جميل جدا. في تدرج جوه الهرم على كل سطح من الاسطح بتاعته على حسب الالوان اللي انت محددها. شكرا.